السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد بس المرة دي أفريقي مش محلي. الأهلي في مواجهة كامبالا سيتي. الأهلي هو أمل كل مصري في الفوز ببطولة دوري الأبطال الإفريقي. الأهلي من 20 سنة هو أمل كل مصري للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي الأميرة، وهي أميرة فعلا بجوائزها بقيمتها بكل حاجة تخصها. دوري أبطال إفريقيا هو أمل كل مصري للنادي الأهلي في الوصول ل إن شاء الرحمن بإذن الله الفوز به بعد سلسلة من الانتصارات بدأها من 2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013. يبقى الأهلي هو أمل كل مصري للفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا. يمكن الكونفدرالية بعيدة شوية حققها الأهلي في 2014، لكن بالتأكيد الكونفدرالية بيشارك فيها النادي المصري. كل التوفيق للنادي المصري السنة دي، لكن بالتأكيد هي أقل كتير من دوري أبطال إفريقيا. الأهلي بيسعى لصدارة المجموعة مع حفاظه على صدارة الدوري محليا أو الوصول للدوري محليا، وكل ده طبعا كويس جدا معنويا للنادي الأهلي، لكن خلينا في الإطار الإفريقي. النهاردة ومباراة كامبالا سيتي، الأهلي بيسعى للحفاظ على صدارة المجموعة. هنقول لكم موقف الفرقة، هنقول لكم مين كمان بعد ما انتهت تقريبا معظم المباريات الأهلي باستثناء مباراة بس صن داونز مع حورية الغين. لكن الأهلي كامبالا سيتي مباراة في منتهى القوة، مباراة في منتهى الأهمية للأهلي. عشان كده تشكيلة ملعب الأهلي في الجزء الثاني هيبقى مكونة من كابتن ماهر همام، كابتن حمادة صدي، كابتن أسامة حسني. سريعا هنطير لكريم أحمد ونشوف الكواليس والأجواء والأخبار هناك من ملعب اللقاء ومباراة الأهلي وكامبالا سيتي. تفضل كريم. في الجوله الاخيره من دوري ابطال افريقيا ان شاء الله بنتمنى النهارده تكون مباراه جيده للنادي الاهلي، نقاط المباراه تكون من نصيب للنادي الاهلي، واكيد الهدف النهارده تصدر المجموعه. النادي الاهلي بيؤدي اداء اكثر من رائع في البطوله الافريقيه زي ما قلنا قبل كده كابتن سيد، من نقطه ان احنا نصل ل 10 نقاط في ظل الظروف الصعبه اللي مر بيها النادي الاهلي، تلاحم المباريات الكبير اللي طبعا بيعاني منه بشكل كبير جدا النادي الاهلي من الاجهاد والاصابات، فقدان عدد كبير من لعيبه النادي الاهلي. بنتمنى ما يبقاش ليه تأثير النهارده على فريق النادي الاهلي في مباراه اليوم. النادي الاهلي مستر باتريس حذر لعيبه النادي الاهلي بشكل كبير من عدم الاستهانه بمباراه اليوم، لابد التركيز الشديد من اول دقيقه لاخر دقيقه، وكمان طالب اللاعبين باحراز عدد كبير من الاهداف. النادي الاهلي يمكن كان خسر في كامبالا سيتي مباراه 2-0، النادي الاهلي كان غير موفق، كان في بدلك كبير لفريق النادي الاهلي في المباراه الاولى. بنتمنى النهارده بعد الاداء المميز في مباريات الدوري العام وفي البطوله الافريقيه يستمر النادي الاهلي ويصحح المسار خلال هذه المباراه اللي ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي. كالعاده كابتن سيد متواجدين في فندق الاقامه في الاسكندريه، فندق قريب من استاد برج العرب، ان شاء الله اللي هيستقبل مباراه اليوم في الساعه 9 مساء. اجواء مطمئنه للفريق للنادي الاهلي كعاده طبعا، المعسكرات الخاصه بفريق النادي الاهلي اللي بتسبق المباراه، لكن لو بنقول النهارده النادي الاهلي متواجد عقب انتهاء مباراه حرس الحدود، النادي الاهلي مستمر هنا في الاسكندريه. ضيق الوقت وتلاحم المباريات بيأثر بشكل كبير جدا على التعليمات الخاصه بالجهاز الفني لعيبه النادي الاهلي. النادي الاهلي حتى هذه اللحظه متواجد في الاسكندريه زي ما قلنا من مباراه حرس الحدود، وبنتمنى ان شاء الله النهارده المباراه جمهور النادي الاهلي اللي هيحضر ان شاء الله هذه المباراه يكون سند ودعم كبير للنادي الاهلي. ويمكن النقطه اللي احنا بنتكلم عليها كابتن سيد ان النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي لابد يكون متواجد بكثافه في كل المباريات، يعني مقاطعه استاد برج العرب انت بتقاطع النادي الاهلي وبتضر النادي الاهلي، لان اكيد عارفين ان جمهور النادي الاهلي هو اللاعب رقم واحد في البطولات الافريقيه، البطولات العربيه، بطولة كمان الدوري العام. بنتمنى إن شاء الله النهاردة حضور الجمهور يكون مكثف، التشجيع يكون مثالي كعدد جمهور النادي الأهلي من أول دقيقة لآخر دقيقة، الهتاف باسم النادي الأهلي. لو برجع معاك كابتن سيد للكواليس الخاصة بفريق النادي الأهلي، اللاعبين اختتم النادي الأهلي تدريبه الأخير على استاد برج العرب. ظهور مؤمن زكريا وإسلام محارب في التدريب الأخير كان بشكل مميز جدا ورائع جدا، وأشاد به مستر باتريس والكابتن محمد يوسف. لو بتكلم على مؤمن زكريا اللي بيعود من جديد لقائمة الفريق، مؤمن زكريا يمكن غاب خلال المباريات الماضيه، كانت رؤيه فنيه خاصه بمستر باتريس والكابتن محمد يوسف. ايضا كمان بكماني اللي بيعود لقائمه المباراه، رؤيه فنيه ايضا لمستر باتريس والكابتن محمد يوسف. الامور ان شاء الله تكون في مصلحه النادي الاهلي، كل الظروف ان شاء الله تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي في مباراه اليوم. اخيرا كابتن سيد لو بكلمك على المحاضره اللي هتكون خلال لحظات مع فريق النادي الاهلي، بيحط فيها مستر باتريس والكابتن محمد يوسف كل الرتوش الاخيره على التشكيل، على التعليمات الخاصه بالفريق، ولو بقى
واكد لك على التعليمات اللي قالها مستر باتريس للاعيبه النادي الاهلي، عدم الاستهانه بمباراه اليوم، لابد التركيز الشديد وان شاء الله يكون في احراز عدد كبير من الاهداف في مباراه اليوم. مستمرين معاك يا كابتن سيد، كل نجوم الاستوديو التحليلي، كل جمهور النادي الاهلي، ورصد خاص ولحظه بلحظه لاجواء وكواليس مباراه النادي الاهلي وكامبالا سيتي. شكرا كريم. زي ما قلت لحضراتكم المباراه في منتهى الاهميه، وليه لا، وهي اللي موصله بالتاكيد لصداره المجموعه الاولى اللي بيوجد فيها الترجي اللي هيتلعب تونشيب في نفس التوقيت. زي ما قلت لحضراتكم يمكن بعد 45 دقيقه من دلوقتي مباراه سان داونز مع حوريه هتنتهي، وهقول لكم موقف الفرق اللي خلاص صعدت باستثناء بس المجموعه بتاعه الاهلي الترتيب بتاعها، لكن الاهلي والترجي هم صعدوا، هقول لكم الموقف ايه، وهقول لكم كمان ان شاء الله الرحمن الاهلي ممكن يلاعب مين. لكن بعد المباراه ان شاء الله الرحمن مع كابتن حماده وكابتن ماهر وكابتن اسامه هنستعرض كل الفرق ومين القرعه توقعنا معاه ان شاء الله. الاهلي هو الفرقه الوحيده اللي عليها الامل الافريقي كدوري ابطال من 20 سنه، وده مهم جدا جدا ان احنا نبقى عاملين حسابه، ومهم جدا ان هو يوصل للعيبه ان شاء الله الرحمن باذن الله تعالى. يعني خلينا مع الفرقه النهارده وخلينا نقف وراها باذن الله، ويا رب يكون في جمهور كتير باذن الله مؤازر للفرقه ومساند ليها، لان هي مباراه بتسهل شويه في المباريات اللي بعد كده. كل المباريات صعبه وكل المباريات على حسب احداثها، لكن في النهايه بنتكلم على الورق، بنتكلم على الارقام. خلينا نشوف ترتيب الفرقتين بقى في المجموعه الاولى. الاهلي مع كامبالا، الاهلي واجه خمس مباريات قبل المباراه النهارده وهي المباراه الختاميه في المجموعه، عنده 10 نقاط، كامبالا عنده 6 نقاط، الاهلي فاز في 3 والثلاثة ورا بعض، يعني تونشيب ذهابا وايابا ومباراه الترجي في تونس، والاهلي كمان اتعادل المباراه مع الترجي في برج العرب وخسر مباراه مع كامبالا هناك في اوغندا 2-0. كامبالا لعب 5 مباريات، فاز في 2 على الاهلي وعلى تونشيب 2-0 و1-0، وخسر 3، خسر من الترجي رايح جاي، وخسر من تونشيب في اولى اللقاءات 1-0. ليه 5 وعليه 5؟ مش مشكله، لكن نقاطه 6. الناس ممكن تبص على المباراه ان هي بالنسبه لكامبالا ما تساويش حاجه، يعني كده حتى لو كسب كامبالا بغض النظر عن موقف الاهلي لكن مش هتعمل له حاجه، هيوصل ل 9، الاهلي 10، الترجي 10، فبالتالي كامبالا ما عندوش امل خالص. بس ده سلاح ذو حدين، الاول ان هي مباراه لا تعني شيء، لكن في الثاني او في الجزء الثاني او النص الثاني من الاجابه فرقه ما عندهاش اي ضغوط، بتلعب بارتياحيه شديده جدا، ما فيش اي ضغط عصبي، وساعات اهميه اللقاء ساعات للفرقه الاقل شويه لو مش معمول حسابها في اهميه اللقاء كاحداث كنقاط كترتيب، بالنسبه لهم هو بيقابل فرقه كبيره بيبقى فيها ارتياحيه، بيلعب براحته بدون عصبيه، مفيش تنشنه، مفيش ضغوط، فبالتالي اخطائه بتبقى اقل شويه. كلنا ثقه من لعيبه النادي الاهلي باذن الله، كلنا ثقه في الجهاز الفني ان شاء الله الرحمن، ويا رب اهم من كل ده عامل التوفيق. النهارده صفاره مغربيه للرضوان جيد، وهو حكم مغربي بيعاونه هشام ايات ويحيى نوالي وعادل زوراق، دول حكم رابع طبعا عادل زوراق، دول حكام اللقاء. رضوان جياد ادار 49 مباراه دوليه، يعني دولي هو من سنه مواليد 79 الاول، دولي الراجل من 2008 لحد دلوقتي، ادار 49 مباراه، حسب 20 ضرب جزاء 20 بنالتي في 49، يعني لو حسبتها متوسط كده هتلاقي ان كل مباراتين ونص بيحسب بنالتي، 8 ضربات او 8 بطاقات حمراء و188 بطاقه صفراء. ده حكم المباراه النهارده اللي هو رضوان جياد، كان له سابقه معانا مع في مباراه الاهلي وبيت فيست لو تتذكروها، المباراه اللي انتهت في استاد السلام 1-0 بهدف لاحمد حجازي، كان له سابقه من الظريف، يعني كان في بنالتي صريح جدا للاهلي في اخر 6 دقائق في الدقيقه 84 85 ان لم تخني الذاكره، كره باينه جدا وكان هو كمان يعني مباشر بيها على طول، ما فيش اي اعاقه بالنسبه له او ما فيش اي حد حاجب الرؤيه. خلي بالكم من احمد حجازي، يعني المباراه هي في اتجاه لكن الخطا حصل، الخطا التحكيمي حصل بغض النظر المباراه او الكره في اتجاهك ولا لا، بصوا احمد حجازي الاعاده الثالثه هتبينها، الاعاده الثالثه هتبينها، يعني ده عمرو جمال، بصوا خليكم مع احمد حجازي. طبعا ضربه جزاء، كان لنا واحده كمان في المباراه النهائيه مع الوداد، لكن الحكام على المستوى الافريقي بتبقى الدنيا صعبه مش سهله. اتحسن شويه الاداء، اتحسن شويه الطريقه عن السبعينات والثمانينات او حتى اوائل التسعينات، لكن في النهايه تبقى اخطاء تحكيميه بالتاكيد ممكن ما بتبقاش في صالحك او كتير جدا جدا
ما بتبقاش في صالحك على المستوى التحكيم الافريقي او حتى المحلي. يعني في التحكيم عامه يعني في مثل مصري كده قديم يعني يقول لك ايه، هفتكر لك ايه يا بصله وانت كل اللي اطعب دمعه. يعني حاجات كتير جدا، كان في بطولات كتير جدا كان ممكن النادي الاهلي يحسمها، وكان يبقى رصيد دولاب النادي الاهلي مليء جدا بالبطولات لولا الاخطاء التحكيميه اللي بيقال عليها انها وارده في عالم كره القدم، لكن لما بتبقى في صالح الاهلي بتبقى حرام وما يعلم بها الا ربنا، وخطوط كمان بتبقى مايله ويبدو ان الحال هو اللي بيبقى مايل. على العموم خلينا نتكلم بقى في احداث اللقاء ومباراه النهارده. جدول الترتيب كله بقى استعرضنا موقف الفريقين، لكن خلينا نقول لجدول الترتيب، الاهلي في الصداره 10 نقاط متساوي مع الترجي، لكن اللقاءات المباشره لصالح الاهلي 0-0 و1-0 لصالح الاهلي، كامبالا 6 نقاط وتاون شيب طبعا ما عندوش ولا نقاط. اي نتيجه مشابهه للاهلي مع الترجي النهارده الاهلي اول، يعني الاهلي يكسب الترجي يكسب الاهلي اول، الاهلي يتعادل الترجي يتعادل الاهلي اول، الاهلي لا قدر الله يخسر الترجي يخسر الاهلي اول. اذا كل الحالات المتشابهه ما بين الاهلي والترجي، الاهلي في مواجهه كامبالا والترجي في مواجهه تاونشيب، يعني كلها لصالح الاهلي. الحاله الوحيده لا قدر الله اللي تخلي الاهلي تاني المجموعه النهارده ان الاهلي يتعادل او يخسر والترجي يفوز. النهارده بقى يعني كل المجموعات دوري ابطال افريقيا، كل المجموعات لعبت النهارده، والاتحاد الافريقي عامل يعني سياسه جديده شويه. اولا زمان كنا بنلعب جمعه وسبت وحد لو تتذكروا، دلوقتي خلاص دوري ابطال افريقيا بيلعب يا جمعه يا سبت، والكونفدراليه هي اللي بتلعب الحد، والدوري ابطال افريقيا بيلعب يا ثلاث او اربع، بس غالبا دوري ابطال افريقيا بيلعبوا الثلاث والكونفدراليه هي اللي بتلعب الاربع. النهارده كل المجموعات لعبت، المجموعه الثانيه، المجموعه الثالثه، المجموعه الرابعه. عايز اقول لكم خلاص يعني صعد رسمي فهمي نظمي، صعد مازيمبي ب 12 نقطه، ووراه على طول وفاء الصيف بعد ما كسب النهارده مولوديه الجزائر 2-1. مازيمبي تعادل مع الدفاع الحسن الجديدي 1-1 في الكونغو، لكن وفاء الصيف فاز على مولوديه الجزائر 2-1. يبقى الترتيب يعني مازيمبي ووراه وفاء الصيف فاز على المولوديه 2-1، ومازيمبي تعادل مع الدفاع الحسن الجديدي 1-1، وعندك زيسكو تعادل مع النجم الساحلي 1-1. وبكده كده كان النجم قبل اللقاء صاعد كأول المجموعة، وزيسكو كان عنده أمل أنه يكسب النجم، وأول أغسطس كان يتعادل مباراته، لكن أول أغسطس كسب كمان هو 2-1، وبالتالي يبقى صعد من المجموعة ديت النجم الساحلي وأول أغسطس. يبقى الصاعدين لحد دلوقتي كلهم بقى المتأهلين في دور الثمانية أو الوصلين لدور الثمانية بالترتيب، عندك مازيمبي خلاص أول، النجم الساحلي أول، الوداد أول بأي صورة من الصور النهاردة، حتى لو خسر مباراته دلوقتي كده أول. يبقى الوداد والنجم الساحلي ومازيمبي، الأهلي متصدر المجموعة إن شاء الرحمن أول، يبقى دول أول أربع أوائل بإذن الله. إحنا حاطين الأهلي بس في الآخر على أساس إن الكرة فيها كل حاجة، فخلينا ننتظر يعني، لكن الأهلي كده صاعد، بس أنا بتكلم على الترتيب. فمازيمبي، النجم الساحلي، الوداد المغربي، والأهلي إن شاء الرحمن، يبقى دول أول أربع أوائل. عندك دول بقى في ثلاثة صعدوا رسمي خلاص، في واحدة من اثنين اللي هتصعد معاهم، يعني وفاء الصيف خلاص صعد بقى تاني، ما فيهاش هزار، عمره هيكون أول وما طلعش، لا صعد. أول أغسطس هو بطل أنجولا برضه صعد، والترجي التونسي برضه صعد، لكن يبقى الترجي هيبقى في الخانة ديت إن شاء الرحمن يفضل فيها اللي هو تاني، أو يروح أول لا قدر الله لو الأهلي حصل له أي نتيجة يعني مش متوقعة النهاردة. سان داونز أو حورية. سان داونز بيلاعب حورية الغيني دلوقتي في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه، الشوط الاول انتهى 0-0. انا بديكم كل الخلفيه في الحته الافريقيه. سان داونز عنده 5 نقاط وحورية الغيني عنده 8 نقاط. التعادل في صالح حورية الغيني، الفوز بالتاكيد لصالح حورية الغيني لانه عنده 8 وسان داونز عنده 5. الفوز هيدي افضليه لسان داونز ب 8 نقاط، ودول 8 نقاط يعني سان داونز هيبقى عنده 8 نقاط وحورية الغيني عنده 8 نقاط، لكن برافو عليك تمام، لكن اللقاءات المباشره هتبقى لصالح سان داونز، لان سان داونز يعني متعادل مع حورية الغيني في غينيا 2-2. يبقى سان داونز لو كسب حورية الغيني في المباراه اللي بتتلعب دلوقتي واللي انتهى الشوط الاول 0-0، المباراه في جنوب افريقيا، سان داونز لو كسب هيبقى 8-8، 8 نقاط مع حورية الغيني 8 نقاط، لكن المواجهه المباشره هتبقى لصالح سان داونز. تعادل في صالح حورية الغيني، فوز لحورية الغيني طبعا في صالحه يعني.
الوداد ما عندوش ازمه خالص لانه كده كده اول، الاهلي مع كامبالا والترجي مع تاونشيب، يبقى خلاص كده كل الامور اتحسمت واتعرفت. يبقى بعد اللقاء باذن الله مع كابتننا كابتن ماهر همام وكابتن حماده صدقي وكابتن اسامه حسني ان شاء الرحمن، بعد نهايه لقاء الاهلي مع كامبالا هنستعرض كل المواقف، كل المواقف والقرعه هتبقى مين. انت هتلاعب فرقه من ثلاثه سهله جدا، فرقه من ثلاثه لو استبعدت الترجي او خلاص كده كده انت هتستبعد الترجي باذن الله، هتلاعب يا احسن ثواني او مش احسن ثواني اسف، ثلاثة التواني في المجموعات الثانية أو لقدر الله الثلاث أوائل في المجموعات الثانية. إن شاء الله الرحمن لعب الثلاث أوائل بإذن الله، في ثلاث تواني بإذن الله، ثلاث تواني في المجموعات الثانية. طيب شرحت لكم الوضع سريعا كده، إن شاء الله الرحمن كمان يمكن قبل المباراة ما تخلص هقول لكم يا حورية الغيني يا صن داونز مين اللي فاز ويكمل المتأهلين لدور الثمانية. تعالوا نشوف مشوار الأهلي في البطولة دوري الأبطال. الأهلي 255 مباراة، 255 مباراة في دوري الأبطال، فاز 125 خارج ملعبه 28، تعادل 75، الهزائم 55، أهدافه 382 هدف، الأهداف اللي عليه 197 هدف. ده دوري أبطال أفريقيا بس، أنا عايز أقول لكم، خليها بس كده، خليكم عظمة الأهلي ومكانة الأهلي على المستوى الإفريقي أو المستوى المحلي بتتمثل في الأرقام ديت. مثلا يعني الأهلي 255 ممكن تلاقي كل أندية مصر ما جابتش ال 255، ممكن تلاقي كل أندية مصر ما جابتش ال 255، وده بيبينسل لك عظمة الأهلي في بطولة واحدة بس اللي هي دوري الأبطال، وهي الأكبر والأحسن والأقدر والأعرق وكل حاجة، والأقيم تسويقيا كمان يعني، والأغلى تسويقيا. هو الأهلي جاي فيها 255 أو لعب 255 مباراة، ممكن لو جمعنا كل المباريات اللي شارك فيها الأندية المصرية ما تجيبش ال 255 مباراة. كمل بقى يا سمير. مشوار الأهلي بقى في كل البطولات إفريقيا مفيش كلام، مفيش نقاش، لا يمكن لا يمكن كل الفرق المصرية تجيب الرقم ده، 335 مباراة، لا يمكن 335 مباراة في كل المباريات الإفريقية، مفيش كلام. دي ممكن نتراهن عليها مثلا على إزازة حاجة ساعة كبيرة، ما تبقاش صغيرة، ممكن تبقى إزازة حاجة ساعة كبيرة. فوز 168 انتصار، فوز خارج ملعبك 36، تعادل 91، هزايم 76، أهداف 494. يا ترى مين صاحب الهدف ال 500 بعد ست اهداف باذن الله؟ يا رب ان شاء الله الرحمن تكون في البطوله اللي احنا فيها. عليه 255 جول، 100 100. طيب خليني اقول لكم كمان عشان لازم هيبقى في تواصل بيني وبينكم، مفيش كلام، مفيش هزار، مفيش نقاش. ان شاء الله الرحمن من اليوم اللي جاي اللي هو يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله في ملعب الاهلي الجمعه اللي جاي هيبقى في تواصل بيني وبين حضراتكم، يعني انتوا تبعتوا لي وارد على حضراتكم على طول، وهنحاول ان احنا نكون مباشر على طول في لحظتها باذن الله هنا من خلال ملعب الاهلي. وكمان قولوا لنا كمان تتوقعوا مين تالق مين النهارده، ومين اللي ممكن يبقى له الاسبقيه من لعيبه النادي الاهلي في احراز الاهداف من خلال توقعاتكم وملعب الاهلي وعلى صفحتنا على الفيسبوك ملعب الاهلي. تتوقعوا تالق مين؟ وليد ازارو، وليد سليمان مش موجود النهارده، انذارين، مؤمن زكريا، عمرو السوليه، حسام عاشور، احمد فتحي، تتوقعوا مين؟ مين اللي ممكن يبقى ليه التالق النهارده؟ او اسلام محارب، ناصر ماهر، تتوقعوا مين من خلال صفحتنا؟ لكن في اللي جاي باذن الله من يوم الجمعه هيبقى فيه لقاءات مباشره او تواصل مباشر بيني وبينكم باذن الله من يوم الجمعه اللي جاي. طيب الحاجه بس اللي ممكن تبقى يعني ممكن تبقى عقة شويه النهارده، يعني لازم الشناوي ياخد باله لو شارك من البدايه، الشناوي لازم ياخد باله كويس قوي لانه عنده انذار. عمرو السوليه لازم ياخد باله كويس جدا 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 لانه عنده انذار برضو. عندك محمد هاني عنده انذار، وكولوبالي عنده انذار. ده رباعي مهدد بالغياب في اولى المباريات في دور الثمانيه، لان هتبقى ذهاب بره ارضك كمان، لان انت ان شاء الله الرحمن تبقى اول باذن الله. يبقى الشناوي، عمرو السوليه، محمد هاني، وكولوبالي. لائحه الاتحاد الافريقي بتقول ان انت لو عندك انذار واحد بيتشال، يعني لو خرجت المباراه من غير الرباعي ده ما ياخد انذار النهارده ان شاء الله باذن الله تعالى، يبقى المباراه الاولى في دور الثمانيه ما فيش انذارات عندهم، خلاص اتمسحت، خلاص مش هتبقى موجود. لكن الايقاف لا يمنع، يعني لو واحد عنده طرد او كارت احمر مباشر يعني او انذارين.
ده كان عرض سريع لمباراة مهمة جدا 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 النهاردة. الأهلي هو أمل كل مصري في الفوز بدوري الأبطال أفريقيا من 20 سنة بإذن الله يتحقق النهاردة بإذن الله كمان، وخصوصا الألفية الثالثة كانت وش الخير على الأهلاوية من 2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2012 و2013. 6 ألقاب حصدها الأهلي في الألفية الثالثة، إن شاء الرحمن بإذن الله تبقى 7 في الألفية الثالثة والتسعة على مدار تاريخ الأهلوية. بعد الفاصل مع كابتننا كابتن ماهر وكابتن حمادة وكابتن أسامة حسن. اهلا بيكم الجزء الفني التفصيلي لمباراه النهارده، مباراه الاهلي وكمبالا سيتي على استاد برج العرب باذن الله تعالى يكون تفوق اهلاوي باذن الله. مع نجومنا كابتن ماهر، مساء الفل يا كابتن سيد. شياكتك ازاي صحتك وصلت يا كابتن؟ شياكتك حاجه عاليه قوي بصراحه. عشان النهارده نكسب بقى ونفرح باذن الله. ان شاء الله جد حاجه منورنا. اهلا بيك يا كابتن سيد، سعيد موجود معاك النهارده في ماتش الاهلي وكمبالا، ومعايا كابتن ماهر. ربنا يخليك يا كابتن حمادة. كابتن ناصر ربنا يخليك يا كابتن حمادة. قدمت انت خلاص بقى، ما تجيش تقعد مكاني بقى. لا خش علي بقى، تعالى انت بيع بقى. بص قريب هتلاقيني انا حاسس بجد حاسس. معانا ومعاكم طبعا كابتن اسامه حسني، مساء الفل. مساء الفل يا كابتن سيد، وانا سعيد ان موجود وسط كابتننا الكبار كابتن ماهر وكابتن حماده. والنهارده يعني التشكيله متوازنه، 2 ديفنس واثنين مهاجمين وسط ملعب واحد مهاجم. ليه ما بيجيبوش حارس مرمى؟ مدرب حراس مرمى. ليه بيقولوا دايما في الهدافين؟ كابتن محمود الخطيب طبعا هو هداف الاهلي في المشوار الافريقي 37 هدف، وبعدين ابو تريكه واحمد متعب. ليه ما بيذكروكش انت جايب 10 ولا 11؟ ليه بيقف عند ال 13؟ يعني انا على ما اعتقد، يعني ما عنديش الاحصائيه بالظبط، لكن على ما اعتقد ممكن يكون مثلا 12 هدف او 11 هدف افريقي. عدد كويس ده. طبعا يعني طبعا انا جايب 3 والحمد لله. كانت برضو يعني كانت في مباريات مؤثره، سواء كان في نهائي افريقيا قدام النجم الساحلي، او كان برضو ده ابو هاب الله يرحمه، الله يرحمه، او كان برضو من ضمن الاهداف كان في الترجي او في الهلال السوداني او في الفريق الافريقي اللي كان خد بطوله افريقيا. كمان عندك جول في شباب القبائل، القبائل الجزائري كتير برضه. لا جايب جول كتير دي في العرض وانت كمان يعني انت سجلت في 3. كل حلقه بيزعوا لك الثلاث اهداف. لا بس انا في جول انا عايش عليه. ترجي طبعا، مدينيات بقى، مدينيات ايه ده، تاريخ لوحده ده. اسامه شويه يعني عايز النيه، صف النيه يا اسامه، صف النيه. الدور جاي على اسامه بقى، الدور جاي على اسامه. الميديا اللي جايه ان شاء الله الهدف ده. لا لازم نشوف الموضوع ده يا اسامه، ماشي؟ ان شاء الله لازم نشوف، او تشوف انت جول بقى يجي لك عايز زي الجول بتاعي. طيب كابتن ماهر، اجواء افريقيا، مباراه افريقيا بتبقى اجواء طبعا ليها طابع خاص، بس المباراه اللي في شمال افريقيا بتبقى يعني طابع خاص اكتر. المباراه الافريقيه، المباراه الثانيه بتبقى فيها حته عصبيه، فيها حته توتر، فيها، لكن المواجهات الافريقيه لاصحاب البشره السمراء بتبقى لها تعامل خاص كده، اشرح لنا كده. هو بسم الله الرحمن الرحيم بتبقى اسهل يعني المباريات الافريقيه اللي طابع البشره السمراء بتبقى اسهل من شمال افريقيا. شمال افريقيا بيبقوا قريبين مننا جدا، بيبقى في تحديات، في بطولات، يمكن معظمهم بيبقى عندهم حاصلين على بطولات اذا كانت افريقيه او محليه، ليهم باع كبير جدا في افريقيا. طول عمرنا الصراع اللي بيننا وبينهم صراع في منتهى الصعوبه، يعني يعني بيبقى في الوصول لكاس العالم بيحصل فارق بشكل كبير، ممكن يخرجونا ممكن نخرجهم، لكن البشرة السمراء كابتن سيد بتبقى اسهل لينا بشكل كبير. اسهل اذا كان داخل ملعبنا او خارج ملعبنا. يمكن معظم البطولات اللي احنا حققناها من خلال البشرة السمراء كانت يمكن بداية 82، والبطولة المفضلة لينا كجيل السبعينات، وطبعا يمكن الاجيال كلها اللي جت بعد كده واللي فتحت البطولات للنادي الاهلي كانت مع كوتوكو البشرة السمراء. ويمكن وقتها كانت كرة في غانا كرة برضك مش قليلة، كان ليها طبعا الأسماء، كان ليها أسماء كبيرة جدا. ويمكن عندهم حوالي يمكن 7-8 لعيبة، وهارت في اوكس يمكن كان فيه حوالي يمكن 7-8 لعيبة من منتخب غانا طبعا. فطبعا
لكن احنا بالنسبه لنا كانت بتبقى اسهل. لاجل ايه بقى كابتن سيد؟ ان هم معظم الافارقه السمر بيبقى عندهم مشكله في خط ظهره، تمركز بشكل خاطئ، كبير شوي. جدا سرحان، عدم ميلان الرقابه، ضعفاء قوي في الحاجات اللي فيها بالعرض، كره عرضيه حتى في العمق في الرقابه. فيمكن احنا كنا بنستغل الجزئيه دي. طبعا وجود عندنا يمكن ثلاث فراوده من اعظم الفراوده اللي جت في مصر في افريقيا، كابتن مصطفى عبده، كابتن محمود الخطيب، كابتن مختار. فكنا بنستغل الحاجات دي بشكل المهاره والسرعه واتقان الاهداف بالنسبه لكابتن محمود الخطيب. حتى يمكن نص الملعب طبعا العمالقه اللي كانت موجوده، كابتن صفر الحليم يعني صانع الالعاب المتميز، عندنا اقوى خط ظهر كان في افريقيا، كابتن مصطفى يونس، كابتن حسن حمدي، كابتن احمد عباي، فتحي مبروك. يعني عايز اقول لك ان كانت بتبقى بالنسبه لنا الامور اسهل من شمال افريقيا. شمال افريقيا يمكن في بدايتنا يمكن الجزائر خرجتنا مره، تونس خرجتنا مره، لحد ما بدانا ننضج بقى سيد واكتسبنا الخبرات ووصلنا للنضج. بعد 5 سنة بدانا اول بطوله افريقيه نحققها اللي هي كانت 82، ومن بعدها بقى كل البطولات الحمد لله النادي الاهلي وصلناها. طيب كابتن حماده، يمكن المشوار الافريقي او اللعب مع افريقيا كان زمان شويه كان بيبقى خشونه معظمه، تلاقي خشونات او اندفاع او تدخلات عنيفه جدا. حتى يعني انت ممكن تصغر، انا مره خدت واحده في ركبتي، يعني تاكلينج في ركبه، تاكلينج اقسم بالله تاكلينج في ركبه. كان كابتن ابراهيم حسن بيلعب باك رايت، مش عايز اقول لك يعني كان هيتجنن، بيعمل تاكلينج على الركبه. الامر ده بدا يختفي شويه كمان. يعني بص، هي الطبيعه الافريقيه يعني كان كل يعني زمان كان يقول لك ايه يحصل نتيجه سريعه، يقول لك خشونه والحكم، وده فعلا دي حاجه على ارض الواقع حقيقيه، واقع حقيقي. القوه البدنيه المميزين بيها في افريقيا اللي هي بتوصل للخشونه كمان، دي متواجده من زمان. يعني يقول لك كنت تقعد تتدرب ازاي تتلافى اللي انت تخش في صراع واحد ضد واحد او صراع اتنين، لا ازاي تتحرك بسرعه تنقل الكوره. كان الكلام كله ما تحطش نفسك في منافسه في خناقه مع حد، مش هتبقى هتخسر انت الجوله. بس انا الحمد لله كنت بكسب الجولات دي. طبعا مميز فيها. بس كان دايما فعلا اللعب الافريقي، ويمكن كان ما كانش فيه الكاميرات والتصوير اللي كان موجود دلوقتي. زمان كان التصوير بكاميرا او اتنين، فممكن من ورا الحكم بتلاقي ضرب كتير بيحصل، كتير جدا بيحصل. صح. النهارده لا، يمكن الدنيا اتغيرت شويه. الماتشات اللي بتذاع، زمان كان يعني اي ماتش بره كنا بنلعبه كانش بيتذاع، بيتسجل ويتذاع بعديها بيومين ثلاثه وما يتذاعش. فما يبانش في حاجه، وهم عارفين كده، عارفين مش هيذيعوا الماتش عشان هيعملوا كل حاجه في المباراه. لا بجد. ونمره 2 كان زمان البطوله الاولى بتاعت الاهلي وكوتوكو ما كانش مذاعه، بتاعت 81 تقريبا. الاهلي 83 الاهلي وكوتوكو المباراه الاخيره 1-1 اتاخرت 82 نهائي. انا لعبت كوتوكو قبل نهائي، فاكر كوتوكو ما كسب الزمالك 87 بقى. بالظبط، وقابلنا احنا في قبل النهائي، كسبنا هنا 2-0 وغلبنا هنا. الجول الكبير قوي بتاع كابتن الخطيب ده. لا ده 1-1 الخطيب ده. لا احنا غلبنا 1-0 بس، كسبنا في مصر 2-0. ايوه جول كابتن الخطيب يا جماعه. لا الشوطه اللي بالشمال 83 ده. في مصر طبعا، في مصر. في مصر طبعا اللي هناك. ده 1-1 82 ده كابتن محمود النهائي. لكن انت بتتكلم على المباراه اللي انت حضرتك لعبتها كانت 82، كانت 87 هنا اللي حطها جامد. وانا التواريخ تعالى لي ما تقلقش. الماتش اللي هناك كان ماتش الجمهور كله نزل بعد المباراه، ضرب بقى فينا كلنا. كابتن طارق سليم الله يرحمه، الله يرحمه كابتن طارق، خد كرسي حديد في رجليه، جاله كسر في رجليه. لا كان مباراه صعبه جدا. لا هي افريقيا كمان اتطورت يا كابتن حماده عن زمان. لا بس لا دلوقتي، كان زمان اللعيبه احسن. طبعا ايوه صح. دلوقتي الاحتراف لما اتفتح ابتدى حد بيخرج، فالمباراه فيها قوه، فيها فنيات عاليه جدا، بتقابل فرق قويه في افريقيا. فالوقت كل افريقيا اي لعيب بيظهر من 16 سنه بتلاقيه طلع بره. فالقوه بتاعت افريقيا مش زي زمان. بالظبط. انا ما كانش في الحاجات الفنيه، طبعا زمان اقوى كفنيا واللعيبه كانت موجوده قبل ما يفتحوا الاحتراف، بس انا بتكلم دلوقتي على سبل الراحه بالنسبه للاعب. دلوقتي بتشوف مدير الكوره بيروح دلوقتي افريقيا. تقول لي كابتن سيد كان بيسافر يحجز الاوتيل، يجهز الملاعب، بيشوف الاكل، كل الترتيبات الكات والصعوبات الكات بتواجه البعثه وهي مسافره. دلوقتي خلاص الدنيا اتطورت، انت بتسافر قبلها باسبوع وبترتب كل الدنيا دي. حتى على مستوى الطيران دلوقتي بنشوف الاهلي دلوقتي ممكن يحجز طياره خاصه عشان برضه سبل الراحه للعيبه.
طب عندك مواقف تتذكرها طريفه حاجه كده ولا؟ كنا مره في انيمبا قبل ما الدنيا تتطور بقى ويبدا كابتن سيد يروح افريقيا وانيمبا في بلد في نيجيريا الدنيا صعبه جدا وانت عارف احنا ما كنا نروح في انيمبا طبعا بتروح تدخل الاوضه هناك في الاوتيل مفيش دش عشان تستحمى انت شغال بقى بالجردل وبالكوز قديم برضه يا سامي دخلنا مره المطعم كان معانا الدكتور ايهاب فبيجهز المكرونه قبل المباراه للعيبه علشان ناكل مكرونه عشان المباراه فلقى الراجل وهو بيجهز الاكل عارف القصعه بتاعت المونه بتاعت الاسمنت الراجل بيجهز البتاع في القصر فانت طبعا افريقيا كانت الدنيا صعبه فدلوقتي خلاص الحمد لله الدنيا بقت سهله سواء دلوقتي على مستوى الطيران او مستوى الاقامه او مستوى المعيشه حتى في الاوتيلات انت كنادي اهلي لما بتروح بتشوف وفي شيف كمان بيطلع معاك واكل معاك بالظبط ساعات بناخد الاكل معانا كمان الاكل يعني. بتاخده وبتجهز كل حاجتك عشان تقدر توصل لاعب في افريقيا لافضل يعني يوم المباراه توصله لافضل راحه ليه انه يقدر يؤدي بشكل كويس في معاناه في معاناه اول النهارده في السفر واللعب في افريقيا طبعا يعني انت بتحاول تقلل المشقه والتعب اللي موجود عند اللعيبه ده التطوير اللي حصل بقى لكن احنا المعاناه اللي قابلناها لو تفتكر كده من دخولنا 75 افريقيا بدانا المعاناه بقى طبعا في الطيران لكن ما كانش في تعابين قرود بتاع كل حاجه في كل حاجه لكن المعاناه في السفر انت كان من عمرك يعني صح اسبوع او 10 ايام 14 ساعه ولا حاجه من غير اكل من غير بقى وجهاد ورطوبه عاليه وملاعب فكانت من عمرك فكانت في منتهى الصعوبه يمكن حصل تطوير فيها اخر البطوله اللي احنا اول بطوله خدناها 82 زي ما بقول لك بعد ما نضجنا شويه الى الطياره الحربيه اللي احنا يعني رحنا بالطياره الحربيه بعد كده بقى الدوله بدات يعني توفر لك حتى كمان حماده لو تفتكر الطياره الحربيه سيد يعني المراوح اللي هي القديمه دي الصوت العالي جدا جواك وبعدين كان مفيش كراسي في دكك يعني انت قاعد على دكك واخد بالك مش ساند ظهرك مش او مراتب او مراتب طب دي اول بطوله يا كابتن دي اول بطوله فرحت اول بطوله لا ما كنت بنتكلم عليها 82 كنت معاهم يا كابتن لا كنت في المنيا انا جيت بعد سنه 86 اوكي وبعدين كانت بطوله بتاع سجاره مصر 3 بتاع سجاره سنه 87 اول بطوله كنت موجود فيها المشكله حماده كمان يمكن في السجاره دي بالذات 86 او حاجه زي كده 87 86 86 86 لان 87 كان دور الابطال برضه البطوله الثانيه للاهلي المباراه ديت كان 3-0 في مصر هما طبعا كانوا يعني صعبان عليهم بشكل كبير جدا يخسروا 3-0 وكانوا حزينين السحر اللي اتعمل بقى حوالين الملعب وداخل اوضه اللبس هما طبعا فوجوا برئيس الجمهوريه انه نزل بالطياره الهليكوبتر الطياره طبعا خلت كل السحر اللي اتعمل فحسينا بصوات وعياط في المدرجات فالناس زعلانه ليه قبل المباراه اتاري الشغل اللي اتعمل جه رئيس الجمهوريه بوظه لهم فيعني دي كانت برضك موقف من ضمن المواقف الصعبه علينا يعني طيب احنا هنطلع فاصل دلوقتي يعني ف هنكمل حديثنا طبعا عن اللقاء واحداثه وكمان انا عايز اقول لكم ان صن داونز متعادل لحد دلوقتي في الدقيقه حوالي 77 او 78 انا فاضل 12 دقيقه بس على الختام وهنبقى كده بعد نهايه اللقاء لو استمر النتيجه على كده يبقى الثمانيه خلاص اتعرفوا وصعدوا للدور الثمانيه وهنشرحهم مع بعض كابتن حماده وكمان التشكيل يبقى قرب يجي لنا باذن الله. هنطلع فاصل ومكملين معاكم في تشكيله ملعب الاهلي كابتن ماهر همام كابتن حماده صدقي كابتن اسامه حسني بعد الفاصل اللي جاي والاحداث طبعا التفصيليه الخاصه باللقاء المهم جدا 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 لصداره المجموعه الاولى اللي مكون فيها الاهلي او اللي موجود فيها الاهلي والترجي وكمبالا سيتي وتاونشيب بعد يعني صدور او وصول الاهلي والترجي بشكل رسمي يبقى بس المركز الاول ولا الثاني ان شاء الله الرحمن يكون المركز الاول من نصيب النادي الاهلي. يدخل فريق الأهلي بعد قليل اختبارا إفريقيا صعبا عندما يستضيف كامبالا سيتي الأوغندي في إطار الجولة السادسة لمنافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وذلك على ملعب برج العرب. يسعى أصحاب الفانيلة الحمراء في لقاء الليلة
تحقيق الفوز والحفاظ على صدارة المجموعة الأولى التي يتربع على عرشها برصيد 10 نقاط وبفارق المواجهات المباشرة عن الترجي التونسي صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط. أما كامبالا سيتي وتاونشيب البوتسواني فقد ودع البطولة بعدما احتلا المركز الثالث والرابع في المجموعة. يرغب الأهلي في الفوز على الفريق الأوغندي في لقاء الليلة من أجل تحقيق عدة أهداف هامة، أولها الحفاظ على قمة المجموعة، تأكيد جدارة المارد الأحمر في الصعود لدور الثمانية الإفريقي والمنافسة على اللقب الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ عام 2013. الأهلي دائما وأبدا هو سيد الألقاب. كما يسعى بطل مصر للثأر من كامبالا سيتي الذي حقق الفوز الأول والأخير على الأهلي في النسخة الحالية من البطولة الإفريقية. يمتلك الأهلي بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون أفضلية ومفاتيح كثيرة للفوز، من أبرزها فارق الخبرات لصالح بطل مصر، وكذلك الدفع المعنوية العالية التي يخوض بها الأهلي اللقاء بعدما حقق نتائج رائعة في الفترة الماضية محليا وإفريقيا بجانب عاملي الأرض والجمهور. هي كلها أسلحة حشدها كارتيرون لإسقاط الفريق الأوغندي الليلة وحصد النقاط الثلاث. يعول المدرب الفرنسي في لقاء الليلة على نجوم الفريق أمثال وليد أزارو، علي معلول، أحمد فتحي، حسام عاشور، عمرو السولية، سليف كوليبالي، سعد سمير، ومعهم مؤمن زكريا، وهناك أيضا محمد الشناوي حارس الفريق الذي سيعود للدفاع عن عرين الفريق بعد غيابه عن مباراة حرس الحدود الأخيرة في الدوري، فيما سيتواصل غياب ميدو جابر لعدم تعافيه من الإصابة، كما يغيب وليد سليمان نجم الفريق للإيقاف. في المقابل يسعى مايك موتيمي مدرب فريق كامبالا سيتي لتقديم عرض قوي أمام بطل مصر وسط جمهوره وعلى ملعبه. يعلم الفريق الأوغندي أن مباراة الليلة ستكون للشهرة، وذلك بعدما ودع البطولة رفقة تاونشيب، لذلك طالب موتيمي من لاعبيه خلال الأيام الماضية اللعب من دون ضغوط أو خوف. الأهلي في مواجهة كامبالا بتشكيل مقاوم من الشناوي، أحمد فتحي، كولوبالي، وسعد سمير، علي معلول، حسام عاشور، عمرو السولية، وناصر ماهر، إسلام محارب، وأحمد حمودي، ووليد أزارو. تشكيلة الأهلي مرة تانية: شناوي لحراس المرمى، أحمد فتحي، سليف كولوبالي، وسعد سمير، علي معلول، حسام عاشور، عمرو السولية، إسلام محارب، ناصر ماهر، أحمد حمودي، ووليد أزارو. كابتن ماهر 4-2-3-1 دي قناعة الراجل بالطريقة، أعتقد أنه ما بيحبش يغيرها إلا في أضيق الحدود، فبيلعب النهاردة 4-2-3-1 ودي الواقعية، ولازم يبقى واقعي أن هو يعني يبدأ من اللي نهى عليه النادي الأهلي الموسم الماضي. خد بالك كابتن سيد، من طريقة لطريقة محتاجة وقت. يعني انا لو بلعب بطريقه 4-2-3-1 وبفكر العب بطريقه 4-2-4 ما ينفعش في يوم وليله. خد بالك يعني انت عشان تنفذ طريقه، وهو ممكن نفسه يكون من الوقت. على فكره هو ممكن يكون مقتنع ب 4-2-3-1 اصلا، بالظبط، مش محتاج يغيرها. يعني الناس بتستسهل ساعات، تقول لك ايه اصلا ممكن يلعب ب 4-4-2 وممكن يلعب ب 4-3-3. خد بالك كل الطرق دي يا كابتن سيد محتاجه شغل، والكباتن طبعا حماده يمكن واسامه محتاجه شغل من التدريب من التحفيظ. واخد بالك؟ اي نعم احنا عندنا لعيبه دوليين على اعلى مستوى، يعني الطرق ديت مرت عليهم في جميع مراحلهم اللي اكتسبوا فيها خبرات، لكن محتاجه نوع من التحفيز. انت عندك بردك اللاعب المصري فترات كتيره جدا بيبقى عنده نوع من السرحان، نوع من عدم التركيز. فالنهارده الراجل هو فكر يعني يبدا باللي نهى عليه الاخرين، ودي حاجه مش عيب يعني، لان كل الناس تقول لك ايه هو الراجل جاي بقى يلعب بطريقه حسام البدري، هو ما عندوش طريقه جديده ممكن يضيفها للنادي الاهلي، ممكن
ممكن في خلال المشوار او فترات الراحه اللي جايه بعد كده، لكن هو طبعا راجل عقلاني جدا بشكل كبير، واستقر على التشكيل الامثل اللي فيه نوع من الثبات، نوع من التواجد، نوع من الثقه اللي اخذوها من خلال المباريات، اذا كانت الدوري العام او المباريات الافريقيه اللي قدرنا نتفوق فيها ونفوز فيها ونوصل للنقطه 10. النهارده عنده ثبات موجود في الشناوي في حراسه المرمى، عنده ثبات في خط ظهره اللي موجود فيه علي معلول من ناحيه الشمال، احمد فتحي من ناحيه اليمين، كل بالي الاضافه اللي هو بنحييه من خلال جرأته ان هو اضاف كل بالي لان هو شاف ومقتنع به خلال الشغل اللي اشتغله معاه او المحطات اللي اشتغل معاه من خلالها. سعد سمير طبعا لعيب اساسي في قلب الدفاع، حسام عاشور والسليه الوسط اللي احنا بنثق فيه بشكل كبير جدا، اللي بيجمع بين الخبره وبيجمع بين الضغط والميلان والتغطيه وبيجمع بين الاضافه الهجوميه. السليه من اللعيبه اللي بتزيد كمان، بتبقى موجوده وراء خط المهاجمين اسلام محارب وناصر ماهر واحمد حمودي، وطبعا قوه الضربه اللي موجوده في راس الحربه وليد ازارو. انا شايف ان الشكل ده هو الشكل الامثل والطريقه الامثل والخطه اللي هتتنفذ من خلال هذه المباراه اللي تجمع بين الجانب الدفاع والجانب الهجومي. طيب عندك تعقيب على الطريقه يا كابتن والتشكيله النهارده؟ لا طبعا، هو يمكن هو جرب اكثر من طريقه، يمكن اكبر في المباراه السابقه لما لعب 4-4-2 كان موجود وليد ازار وصلاح محسن، وبرده حمودي كان بيلعب، ما كانش موجود ناصر ماهر لحاله الوصل كانت دايما بتعمل ربط في الملعب، فكان في اخطاء واضحه كثيره جدا من التنفيذ من احمد حمودي، التنفيذ من وليد ازار مع صلاح محسن الاثنين تحت بعض، مين كان بينزل في نص الملعب. يمكن ما ادتش المردود اللي كان متوقعه هو او هو عامل حسابه، المردود يبقى من الاثنين المهاجمين داخل الملعب في 18، الكرة العرضية ما اشتغلتش بشكل كويس، ظهرت مساحات كثير عنده، لكن النادي الاهلي لما بيلعب بالشكل ده اللي هو 4-2-3-1 في ظل امكانيات الناس الموجوده بيأدي بشكل احسن. بيبقى في ربط في الملعب، ما بقاش في يعني اول ما بتلعب قدام مفيش عزل الفراوده ونص الملعب، بيبقى فيه مساحات كبيره في النص، لكن لما بتلاقي ناس بتنزل تبني من تحت زي السليه زي ناصر ماهر، تحرك حمودي لجوه بتعمل ناس تقدر تبتدي من تحت وتستلم بشكل جيد، ما فيش عزل بين الخطوط، بيبقى فيه ربط كويس جدا، في تقدم في الناحيه الهجوميه بشكل كويس، في وليد ازارو كمهاجم صريح والناس اللي من تحتيه بتشتغل بشكل كويس، ان اسلام محارب احمد حمودي ناصر ماهر بيشتغلوا من تحتيه، دي بتبقى انسب طريقه للامكانيات الموجوده من اللعيبه ديت، وبيأدوا بشكل كويس ونجحوا. يمكن في مباراه الترجي كان نفس الشكل ده بنسبه 90% وادى بشكل كويس جدا النادي الاهلي. طب اديني تعليق بس على دي يا كابتن حماده كده، ده رضا مطروح من كبار مشجعين النادي الاهلي، واحد يعني حد جميل جدا جدا جدا، بوجه له تحيه يعني، ده وليد ازارو معايا طبعا. حاجه جميله طبعا من وليد ازارو وتواجده هو مع في الاوتيل مع اللعيبه وحاجه، لا ده ما بيسيبش ماتش، حاجه جميله. رضا اهلاوي على طول، على اتصال دايما بي على طول. والله دايما بيجي على طول، كان بيتابعنا ايام الماتشات برده، تلاقيه دايما قبل المباريات كنا دايما نتفائل باللب الابيض، فدايما يجيب لنا اللب قبل المباريات يقول لنا ده سر المكسب. شاكرين يا اسامه، يبقى 100 100. لب ابيض زيتون وبتاع وكده. طيب على العموم بقى، يبقى طريقه اداء كارتيرون كابتن اسامه حاجه حلوه، انا استشفها او استنتجها ان رغم ان صلاح محسن جاب هدفين وفي مباراتين متتاليتين اللي هي مباراه حرس الحدود ومباراه وادي دجله، لكن قناعات الراجل بالطريقه حتى لو كانت على حساب واحد من اللي بيأدوا بشكل كويس قوي، يعني حتى لو كانت على حسابه مش مشكله، لكن المهم ان انا عايز انفذ طريقتي. دي حاجه تستنتجها بشكل طريقه الراجل او طريقه تعامله. خلي بالك احنا قدام ان شاء الله كابتن سيد هنشوف الثنائيه بتاعت وليد ازارو وصلاح محسن في مباريات كتير. مش معنى النهارده ان هو صلاح محسن ما استعانش بيه من بدايه المباراه ان احنا لا يعني هو مش مقتنع بيها، لا هي هو مقتنع بيها وهتجيب ثمارها خلال الفتره الجايه. هي هو النهارده في مباراه حرس الحدود حب يجرب طريقه 4-4-2 نظرا لوجود الاصابات اللي عنده، لكن هي ما جابتش النتيجه اللي هو كان متامل منها عن طريق الاجناب وفض وسط الملعب، خطوره النادي الاهلي دايما. وهي دي سمات الفرقه الكبيره، ان مباليك شخصيه دايما في طريقه اللعب بتاعتك. صفه النادي الاهلي دايما هي السيطره على نص الملعب، دايما تناقل الكرات، دايما الاستحواذ، دايما تدوير الكره، فهي دي سمات النادي الاهلي. مهم جدا. النهارده برضو احنا احمد فتحي جاي من
من راحة. تامي راحته المباراة اللي فاتت، فدي برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن أحمد فتحي يقدر النهاردة يشتغل بشكل مميز. ناصر ماهر خد جزء في مباراة حرس الحدود ونزل وأدى بشكل كويس. إسلام محارب، فعندنا برضو النهاردة الروتيشن اللي دايما بيعمله كارتيرون، إراحة لعيبة ودخول لعيبة في مباريات حسب مجريات اللعب. فالنهاردة هو بادئ بالقوام الرئيسي. بالنسبة لأحمد حمودي النهاردة احنا شفناه في مباراة حرس الحدود، هو كان بقاله فترة كبيرة ما بيشاركش، كان ممكن بعيد عن لياقة المباريات. يعني مهم جدا دايما اللاعب يبقى رجليه دايما في الملعب، النهارده بيديله الثقة وبيحطه للمباريات الثانية. النهارده على ما اعتقد ممكن احمد حمودي النهارده يظهر بشكل افضل مباراة حرس الحدود، نظرا النهارده وراح احمد فتحي هيأمنه بشكل كبير. النواحي الدفاعية اللي كان ممكن بنشوف احمد حمودي لياقته كان بيرجع في مباراة حرس الحدود يؤدي الواجب الدفاعي ويبدأ ينتقل للجانب الهجومي، ما كانتش سعفاء قوي لياقته البدنية فيها. لكن النهاردة أحمد فتحي إن شاء الله يعني هيأمنه شكل كبير، هنقدر نشوف أحمد حمودي في الناحية الهجومية بشكل أكبر. طبعا ناصر ماهر ليه دور فعال جدا سواء في نص الملعب وربط ما بين عمرو السليه وحسام عاشور وربطه بالخطوط الأمامية مع إسلام محارب وأحمد حمودي. فدور ناصر ماهر دور مهم جدا، وهو على المدى اللي قدام ناصر ماهر يعني بيبدا يثبت رجليه وبيكتسب خبرات. هو ان شاء الله هيجي ويعني وهنكسب لاعب كبير في الكره المصريه هو ناصر ماهر. اسلام محارب برده ليه دور مهم النهارده، تكمله الهجوميه برده مع وليد ازار وناصر ماهر واحمد حمودي، وهيبقى ليه دور دفاعي برده النهارده، هو الثالث اللي هيعمل التغطيه الدفاعيه مع عمرو السليه وحسام عاشور. يعني اخطر حاجه دايما في كره القدم لان انت بتقابل فرقه ملهاش طموح في الكوره. النهارده كامبالا سيتي خلاص ملوش اي اهداف، ملوش اي طموح، عنده الراحه انه هيقدر يلعب، ما عندوش، مش هيبكي على حاجه. لكن النادي الاهلي بالرغم الحمد لله ان احنا وصلنا الدور اللي بعد كده، لكن لينا هدف، الهدف ان احنا عايزين نتصدر المجموعه علشان تبقى المواجهات اللي بعد كده يعني تبقى اقل شويه ان انا مقابل الاول. طيب. المجموعات الشيء بالشيء يذكر اللي انت اتكلمت فيها كابتن اسامه دلوقتي، خليني اقول لك ان حريه الغيني خلاص تاهل، هو كمان تعادل سلبي مع سان داونز، يبقى الثمان فرق خلاص، الثمان فرق ابطال افريقيا في دوري ابطال افريقيا كالاتي: تصنيف اول او اولى اوائل المجموعات الاربعه، النجم الساحلي ب 12 نقطه، مازيمبي ب 12 نقطه، الوداد اتعادل دلوقتي هو كمان ب 12 نقطه، والاهلي ان شاء الرحمن هيبقى ب 13 نقطه باذن الله. يبقى الاهلي لو كسب هيبقى 13 نقطه، هيبقى اول. يبقى اول اربع فرق تاني هقولها لحضراتكم: النجم الساحلي 12 نقطه، ومازيمبي 12 نقطه، 12 بقى 10 مش مشكله، لكن المهم ان هو اول المجموعه، والوداد والاهلي ان شاء الرحمن في حاله فوزه باذن الله على كامبالا سيتي. تاني بقى التواني عندك حوريه الغيني وعندك وفاء الصيف واول اغسطس والترجي التونسي النهارده ان شاء الله باذن الله على حسب نتيجته مع النادي الاهلي. يبقى الاهلي في مواجهه من ثلاثه: يا حريه الغيني، يا صن داونز، يا وفاء الصيف. اعتقد لا مش صن داونز، وفاء الصيف او اول اغسطس. اول اغسطس، اول اغسطس ووفاء الصيف وحريه الغيني. اوكي. يبقى كابتن حماده خليني اقول لك برده ان ده مهم قوي يوصل للعيبه، ان اللعيبه تبقى عارفه، مش يعني انت هتقول لهم ترتيب المجموعه وصداره المجموعه وكل حاجه، لكن في النهايه برضو مهم جدا 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 ان انت تبقى عارف ان الثلاثه اللي هتلعبهم غير لما تلاعب مثلا واحده من ثلاثه: مازيمبي او النجم او الوداد. مهم جدا يا كابتن حماده الكلام ده يتقال. اكيد طبعا اسامه اتكلم في نقطه مهمه جدا، ان الماتش مع فريق بيلعب قدام بطل افريقيا، الفريق دوت كان بالا لعب ضد الترجي في الترجي كان كسبان 2-0 حديدها 28 وكان بيستغل الاخطاء الدفاعيه وعنده اندفاع هجومي وفتح الملعب، وكان الوقت لسه بالنسبه له ان هو لسه بيجمع، يعني كان ممكن يعني مش ماتش بيلعبه زي ماتش النهارده، ماتش النهارده ما عملوش اي ضغوطات خالص في اي حاجه، وعايز يعمل احسن حاجه عنده في المباراه، وهيأدي بشكل قوي جدا يعني غير ما انت متخيل. فريق ضعيف لا، فريق هتلاقي الجيم مفتوح بالنسبه له، مش هيقعد مش هيلعب زون ديفنس ولا يقفلك، لا هتلاقي بيروح بشكل كويس واندفاعات هجوميه زي ما شفناه بيلعب في تونس. في تونس كان بيلعب باندفاع هجومي غير عادي، بيعمل ضغط من الامام ولعب، يمكن هو بيغير بطريقه لعبه، مره بيلعب 3 4 3 بيلعب ب 4 2 3 1، لكن بيغير دايما. سنه كمان صغيره، ده عندهم 17 و18 سنه بالظبط. فعنده في الناحيه الدفاعيه بيلعب بالثلاثه المدافعين وبيركز الكثافه في وسط الملعب بشكل كبير، وعنده ثلاثه قدام بيجروا بشكل كويس ولاعيبه كوره كويسين. فانا قصدي اللي هو مش ما عندوش ضغط او ضغوط اللي يلعب على حاجه معينه. بيلعب شهره النهارده، بيلعب شهره، مباراه للشهره بالنسبه له،
قدام نادي زي النادي الاهلي اللي عارف المباراه متشافه بشكل كويس جدا في افريقيا. صحيح. فعايز يأدي بشكل قوي جدا، ممكن يسوق نفسه في مصر، ممكن في حاجات كتيره جدا. فاهداف اهداف عند اللعيبه كتيره جدا، فلازم النادي الاهلي اللعيبه عارضه عارفه المباراه دي عايز من خلالها اقدر اوصل النهائي مستريح. اوكي. مش يعني لو انا النهارده قدر الله حصل حاجه هتدخلني في مشكله، هلعب فريق كبير، هلعب الماتش الثاني بره ارضي. لا، في اهداف لازم تبقى محطوطه قدام اللعيبه، ان الماتش الثاني لو طلعت اول هلعب مع فريق اقل شويه، والماتش الثاني هلعبه في ملعبي. ففي حاجات كتيره لازم تبقى اللعيبه عارفه اهميه اللقاء. صحيح. مش هلعب كامبالا اللي خرج وخلاص، لا، المباراه ليها اهميه كبيره. فلازم ده التهيئه للمباراه للعيبه يبقى عارف داخل الماتش. انت عملت حاجه حلوه قوي، انت خدت ثلاث مباريات ورا بعض. ثلاث مباريات ورا بعض، فعامل حاجه حلوه. كمل. خلي بالك من ضمن اهدافي برضك استاذ، انا خسران قصاد كامبالا هناك في كامبالا 2-0. ده واقف النهارده والله ما تحطهاش في يعني المباراه على ملعبي، على الدفع اللي جاي، لان انت دوري الحاجات اللي جايه، وعلى ملعبي وسط جمهوري. فدي برضو حاجه، وكمان بدخل المرحله اللي جايه وبقول يعني جرس انذار للفرق الثانيه. انا كسبان الترجي، الترجي خوف. انت الماتش ده مهم جدا في التهيئه او الدوافع. لو كسبت النهارده كابتن حماده، كابتن حماده انت لو كسبت النهارده هتبقى اول فريق في ال 16 يوصل للنقطه 13. يعني انت هتبقى اعلى من مازيمبي، اعلى من النجم، اعلى من وداد ان شاء الله. اللعيبه برضه لازم تفكرها دايما، بياخدوا الماتشات دي باستسهال، بتبقى مشكله كبيره، بتدخلك في مطبات. طب دي بقى حلو قوي، حلو مدخل سؤال حلو قوي لكابتن ماهر. دخولك للقاء، انت دايما في عالم كره القدم في ثوابت، وفي ثوابت وفي متغيرات، لكن من ضمن الثوابت مثلا قول لنا امبارح خبره، او اسف عبره، النجوم مع الزمالك. فانت في ثوابت كره القدم، ازاي تدخل في المباراه؟ هي زي ما قلت سيد رسائل، خد بالك احنا كلنا بنقع في المطبات دي، خد بالك على مر العصور وعلى مر المراحل، والفرق الاجيال بتورث اجيال. خد بالك هو اللاعب المصري عنده المشكله دي، ان هو لما بيستهتر ان الخصم اللي قدامه خلاص بقى بره المنافسه، او الخصم اللي قدامه قليل، بيحصل نوع من اللامبالاه، نوع من عدم التركيز، نوع من الاستهتار. لكن عايز اقول لك ان من صفات النادي الاهلي، من صفات البطل نادي القرن، ان احنا يمكن اقل الفرق، يعني الحته دي بتمثل لنا حافز كبير جدا، ما بنقعش فيها الا قليل، واخد بالك، عكس الفرق الاخرى يعني. لكن النهارده دوافع النادي الاهلي طول عمرنا، من جهاز لجهاز، من مجلس لمجلس، من لعيبه للعيبه، الدوافع اللي موجوده عندها ان انا بطل القرن، ان انا بطل افريقيا، ان انا احترم النهارده كامبالا سيتي، مهم جدا ان اكسب الثلاث نقاط. وبعد كده يجي الاداء، يمكن اللي مزعل بعض من جمهورنا ان الاداء لسه محلوش، او الاداء لسه والله انا زعلان ولا حاجه يا عم بالصفة. انا عادي جدا بالنسبه لي، انا دايما بشوفها ان المراحل الاولى في الوقت اللي فيها بطولات كبيره وممتده، المراحل الاولى ما تخسرش نقطه. لكن جمهورنا تملك تسايب، بيدور على ان الثلاث نقاط وبيدور على الاداء، لكن احنا بنتملي، بنقول له، بنصبره. انا ما بقولش ان ده غلط، بس انا امبارح مثلا بتفرج على مانشستر وتوتنهام مثلا. مانشستر الشوط الاول ممتاز جدا، رائع جدا. حوريه النهارده بيلعب سان داونز، تعرفوا الحصيه ايه؟ 70-30، 70 استحواذ، 13 محاوله فرص لسان داونز، والنتيجه 0-0 وخرج. فبعض الاوقات انت لازم تخلص، في بعض الاوقات نتيجه مهمه جدا. لكن الثقافات اللي بدات عليها جمهورنا بقى، لا بس كلمه كابتن احمد ماهر بيتكلم في نقطه مهمه جدا. كابتن ماهر بيتكلم على الاداء بتاع النادي الاهلي من بدايه الموسم ده. في بعض المشاكل او النتائج في صالحنا بنسبه 100%، طبعا بتتحاج هايله. انت مدرب كبير وعارف يا كابتن حماده ان انت طول ما انت فايز او بتفوز، حتى لو عندك بعض المشاكل في بعض النقط بتحلها براحتك. يحصل دروب، ماتش زي ده مهم، يحصل فيه دروب، يكعبلك الدنيا بعد ما كنت ماشي كويس جدا. فلازم برضو ده بتكلم على يعني الكلام ده للعيبه، لازم اللعيبه تبقى فاهمه كويس جدا اهميه الحقيقه. والنتيجه كمان يا كابتن حماده، النتيجه، انت النتيجه لما بتضمنها في الاول، يعني تريحك ربع ساعه بالظبط، بتجيب جول جميل. السؤال اللي زعلك، البدايه بتاعتك عامله ازاي كده؟ بتبتدي ازاي؟ تبدا ازاي؟ بتاخد ثقه بالظبط، تبدا طبعا يبدا، بس انت كمان بتاخد ثقه، فرقتك بتاخد ثقه، بتبدا اللعيبه بتبادل، واحنا شفنا. لكن احنا واضح يا كابتن سيد ان احنا جايين، يعني بنيجي يا حماده، يعني الحلاوه هتيجي المكسب الاول، وبعدين مع المباراه القادمه ان شاء الله الاداء هيجي. لكن عايز اقول لك كابتن سيد، ملحوظه من خلال المباراه اللي لعبها النادي الاهلي الفتره الاخيره،
ان احنا بنروح للجول بفرص يمكن 10 فرص يمكن في كل شوط من 3 4 فرص والشوط الثاني يمكن بتزيد، لكن نهايه الهجمه مشكله بالنسبه لنا بشكل كبير. ما ينفعش النادي الاهلي بقيمته باللعيبه المميزه اللي احنا شايفينها اسلام محارب وناصر ماهر وازارو واحمد حمودي ووليد قبليهم، ان نهايه الهجمه تبقى بالشكل ده. بتعتمد على نوع من في نوع من التسرع، في نوع من عدم الدقه، في نوع من عدم السيطره. من الحاجات اللي هي مديه احساس بده ان مفيش استحواذ، مفيش نقل كره كتير، مفيش 4 5 6 نقلات ورا بعض متكرره، رغم ان انت بتروح للجول زي ما انت ذكرت. يعني رغم ان عدد الاهداف يا كابتن حماده في المباريات مش سيء، مش وحش، يعني انت جايب حوالي 12 جول في 8 مباريات، حوالي 12 جول، مش عارف الناس تصحح لي، يعني 12 جول، يعني متوسط جول ونص، جول ونص في كل مباراه، مش سيء يعني، مش سيء، ممكن تبقى المحصله لو 2 مقبول شويه، دخل فيك هدف واحد بس، دي حاجة ممتازة جدا. لكن حتة عدم الاستحواذ يا كابتن ماهر مديها احساس للناس شوية كده باللي انتوا بتقولوه. طب عندي شوية مقارنات مهمة جدا ما بيننا وما بين كمبالة، مع المهاجم والمهاجم وليد ازارو، مع خط هجوم كمبالة والدفاع مع الدفاع وحارس المرمى مع حارس المرمى. لكن بعد التقرير اللي جاي مكملين معاكم كابتن ماهر همام، كابتن حمادة صدي، كابتن اسامة حسني. باتريس كارتيرون الفرنسي الذي جاء إلى القاهرة ليحمل فوق أعناقه أحلام وطموحات جماهير القلعة الحمراء المتطلعة للفوز دائما. من بين أحلام الأهلوية يطل الحلم الأبرز، وهو استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عن القلعة الحمراء منذ عام 2013. هو اللقب الأقرب لقلوب عشاق المارد الأحمر. سبق لكارتيرون أن حقق هذا اللقب عام 2015 عندما كان مديرا فنيا لفريق مازيمبي الكونغولي، لكنه يعلم جيدا أن حصد لقب دوري أبطال إفريقيا مع نادي القرن الإفريقي له مذاق خاص. فإضافة لقب جديد لصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب 8 مرات هو إنجاز لا مثيل له. تولى كارتيرون القيادة الفنية للأهلي في فترة عصيبة خلال مشواره الإفريقي، فبعد تعادل سلبي مع الترجي التونسي ببرج العرب وهزيمة من كامبالا سيتي بهدفين نظيفين في أوغندا، يقف الأهلي في منتصف الطريق حائرا قبل أن يعيد كارتيرون الفريق لمساره الطبيعي وليقوده للفوز في مواجهته الأولى أمام تاونشيب رولارز البوتسواني بثلاثية نظيفة، ليعود لتحقيق الفوز مرة أخرى على نفس الفريق بهدف، ثم ليفجر المفاجأة بالفوز على الترجي التونسي في عقر داره برادس عن طريق هدف وليد أزارو، ليضمن التأهل لدور 8 بالبطولة، وليتبقى له مواجهة مع كامبالا سيتي لتأكيد صدارة الأهلي لمجموعته، وليبعث برسالة قوية لكل الفرق أن ملك القارة عائد لتحرير أميرته السمراء وإعادتها لقلعته بالجزيرة. كارتيرون الذي يسعى لحفر اسمه في تاريخ كرة القدم من بوابة نادي القرن، أمامه مشوار ليس بالهين ولا بالصعب نحو النجمة التاسعة. معانا شويه مقارنات على حسب الخطوط، يعني مثلا على سبيل المثال هنقولها بس سمير بيحضرها لنا على طول، علي معلول مع مصطفى كيزه. ده مصطفى كيزه ده على فكره الباك ليفت الاساسي بتاع المنتخب، يعني علي معلول والاحصائيات اللي بتاعته. بص يا كابتن ادي علي معلول بس وضحها لنا شويه. بص يا كابتن اقراها لك مثلا، يعني عندك علي معلول التمريرات الصحيحه بالنسبه له 3. هحاول انت بس ايه تبقى معانا كده. تدخلات دفاعيه 5، تاكلينج صحيح 3 مرات صحيحه، محاولات 1، دقه عرضيات علي معلول في المباريات اللي لعبها كلها 5 43%، مراوغات ناجحه مفيش، ما بروحش 1 ضد 1 يعني، لعب اساسي 3 من 5، جاب جول 1 بس في تاونشيب لو حضرتك تتذكر، وصنع هدف وصنع فرص 7 كرات عرضيه 21 في 3، يعني بمعدل كل مباراه
7 لان هو لعب 3 21. عندك مصطفى كيزا بقى اللي هو اللاعب كامبالا منتخب اوغندي، تدخلات دفاعيه 7، تاكلينج صحيح 3، دقه تمريره 37%، محاولاته 9، لعب 5 مباريات من 5، مراوغات ناجحه 1، ما جابش ولا جول، ما صنعش ولا هدف، صنع فرص محاوله فرص يعني على المرمى 11 فرصه، كرات عرضيه 41. يعني ده يعني اكتر من علي، بس هو مفتاح لعب بالنسبه لهم هو الاساسي جدا يعني. يعني في حاجات مميزات طبعا في، وفي حاجات عند علي طبعا يمكن هتختلف شويه النهارده في المباراه. يمكن زي ما انت قلت الكره العرضيه اللي هي موكل بيها بلعب باك ليفت، ازاي بقدر اخلق فرصه للتهديف. يمكن هو في 5 ماتشات بس هو لعب اكتر من علي، لعب اكتر من علي ماتشين، فهو العدد اكتر بالنسبه له. هو 41 كره عرضيه دي اللي هو راجل بيوصل كتير، عنده النزعه الهجوميه، وده هنشوفه النهارده فينا النزعات الهجوميه عند التيم كله موجوده. لا خلي بالك انا اقول لك على حاجه بس مهمه جدا، ان هو اول ما بتجيله اول فكره عنده مهما كان في الملعب، يعني اي منطقه بيعمل الكرة، بيعمل الكرة على طول. ودي موجوده شويه في علي، بس علي بيعملها بيبقى شايف كويس، علي بيبص قبل ما يرفع الكوره هل محتاجه من بدري بعملها ولا اكمل شويه لقدام ولا اعمل دوت باص. عنده حلول كويسه علي في الناحيه الهجوميه، في اللي انت بتبني من تحت من عنده، بيدخل جوه الملعب ويخرج، يعني عنده حلول. خبره اللعيب الدولي الكبير علي معلول بتاع تونس. طيب اسامه، اخد مقارنه ما بين وليد ازارو بقى، وليد ازارو مع ألان أكيلو اللي هو لاعب لاعب كامبالا. يعني لو انت جاهز بيها على طول اديها لنا بقى يا سمير لو سمحت. بص يا سيدي، يعني اشرح، هل انا هقول لك عشان ايه قدامك وليد ازارو. وليد ازارو لعب 3 برضو زي علي، اهدافه 2، محاولات على المرمى 6. الثالثه دي ايه؟ معلش، محاولات، دقة المحاولات 50%، صنع هدف، صنع فرص 4، فاز بالتحامات 20 مرة، دقة التمريرات 64%، خطأ ليه 4. يعني هو ده تقريبا وليد ازارو. الثاني بقى ما جابش ولا جول اللي هو ألان أكيلو، لعب 5 اكتر برضه من وليد ازارو، ما جابش ولا جول، محاولاته على المرمى 14، دقة محاولاته 28% او 28.5، صنع اهداف 1، صنع فرص 9، فاز بالتحامات 13. يعني المقارنه كلها صالح طبعا وليد ازارو، دقة التمريرات 67%، خطا ليه 8. ده معظم الحاجات بتاعت هو من الارقام. وليد ازارو هو اللي تفوق. وليد ازارو يعني كتسجيل اهداف جاب هدفين، جاب هدف مهم جدا في مباراه الترجي، هي دي المباراه اللي ادت الافضليه في النادي الاهلي، ويعني ونسبه كبيره ان هو صعد للدور اللي بعد كده. لكن وليد ازارو في الملعب حتى لو ما بيسجلش يا كابتن سيد بيلعب دور مهم جدا جدا طبعا جدا. كل هجمه هتلاقيه عامل مشارك فيه، ولا وكمان بيفضي بتحركاته سواء من المنطقه اللي في نص قدام ال 18 لبره، ويبدا يفضي لناصر ماهر او لاسلام محارب او بالنسبه لتحركاته، فهو يعني ليه دور مهم جدا في هجوم النادي الاهلي. وهو السنه دي يعني مقارنه كمان بالسنه اللي فاتت هو نضج في حكايه التحركات. كان اول ما جه النادي الاهلي كانت عنده مشكله في ضغط الفرص، لكن انا ما اقلقش من المهاجم اللي بيضيع فرص، انا اقلق من اللي ما بيوصلش للجول، دي تبقى المشكله. بالرغم ان هو كان يعني يسجل، يعني كان بيوصل كتير ودي كانت ميزه، دلوقتي بقت عنده الملكه انه بيقدر يسجل، بيسجل اهداف صعبه، بيحط الخشونه دلوقتي، ودي مهمه جدا برضو في الالتحامات، وشفناها من الارقام بقى في الالتحامات دي مهمه جدا برضو للمهاجم، تحركاته دايما جيده وواعيه وبيسجل. فهو يعني وليد ازارو دلوقتي يعني من افضل المهاجمين، يعني هنقول من في افريقيا الابطال. طيب اخر مقارنه كابتن ماهر خاصه بالحته الدفاعيه، سرد باكين، اواني ده لعيب برضو كامبالا، وهو اللي جاب الجون الثاني على فكره من ضربه جزاء فينا هناك، رغم ان كان برضو الاستحواذ 60-40 وفرص عندنا اكتر، لكن هي دي كره القدم. وسليف كولوبالي، المقارنه جاهزه برضو عندك يا سمير لو سمحت. ده لعب 5 مباريات، كولوبالي لعب 3 بس، تعرف ان كولوبالي كان اتاخر في القيد بتاعه. احرز اهداف، ده هدف وده هدف، دقه او تدخلات الدفاعيه 3.6، ده 2 كل 90 دقيقه، يعني تدخلاته الدفاعيه كل 90 دقيقه. معدل التاكلينج بالنسبه له 3% او 3.3،
الصحيح يعني. تشتيت الكرة 7.3 من 10، ده 5.6 من 10، معنى كده ان التاني بيحب يلعب، وليد ده بيحب يلعب من تحت. ارتكب اخطاء خلال المباريات 7، كولوبالي 3. دقة تمريره 79 لصالح كولوبالي، 72 لصالح اواني. ونسبة فوزه بالالتحامات الثنائية 74-56 لاواني، يبقى تفوق برضو لكولوبالي. كولوبالي واضح، كولوبالي مكسب كبير جدا للنادي الاهلي خلال الفترة اللي فاتت حتى للجهاز دوت. كولوبالي يعني من الناحيه الدفاعيه بيجيد العاب الهواء بشكل كبير جدا، بيتمركز ده افضليه في كرات الثابته الدفاعيه يعني والهجوميه الحقيقه يعني. وبعدين هنتكلم على الحته الهجوميه، هنتكلم على الحته الدفاعيه بالذات يعني. التغطيه الميلان يمكن ورا الباكين اذا كان معلول او اذا كان احمد فتحي بيغطي بشكل جيد جدا. الحاجات العرضيه بيعرف يتعامل معاها، بيطلعها في سكتها واخد بالك، والتوقيت بتاعه في طلوع الكروس العرضي اللي بيبقى على دفاع النادي الاهلي بيعرف يحط جسمه وبيحط رجليه صح ويحطها في السكه الصح، بيحاول ان هو يعني على قد ما يقدر ما يحصلش نوع من القلش في المكان ده اللي بيسبب خطوره، لو قلش هيبقى هو تقديره مش مظبوط. بدايه الهجمه بالنسبه له لما بيقطع بيعرف يبدا الهجمه بيسلم نص الملعب، لما بيحتاج ان هو يطلع على الاطراف باك من الباكين بيقدر يعمل كروس او يقدر يعمل باص طويل المسافة. النقطة الثانية بيطلع مع خط ظهره واخد بالك، ويتتابع، يبقى في تتابع بين الخطوط الثلاثة، خط الظهر ونص الملعب والمهاجمين، وهو بيعرف يطلع خط ظهر النادي الأهلي وبيقرب من الخط الثاني لنص الملعب في الكرات الثابتة. ودي الأهم بقى، لما الدنيا بتبقى مقفولة وبعض المدربين الفنيين بيلجأوا الكور الثابتة إذا كانت كورنا أو فولات جانبية بيحللك مشاكل كتيره جدا، بيقدر يطلع وبيقدر يجيب اهداف. صحيح. التوقيت بتاعها بيبقى متأسف. توقيت مناسب، بيقدر يطلع بجنب حوالين المدافعين الخصم بشكل جيد، عنده جرأه. خد بالك يا سيد، الحته دي محتاجه قلب، محتاجه جرأه من المدافع ان هو ازاي يبقى عنده التوقيت وعنده الجامبنج وعنده المبادره، وازاي يوجه كمان يعني، بيختار المكان اللي يقدر يواجه فيه في احراز الهدف. فانا شايف ان كولوبالي مكسب كبير جدا للنادي. دي كانت لعبتك الاساسيه من كابتن. طيب كابتن حماده، هقول لحضرتك سؤال وبعد كده هنطلع تقرير وحضرتك تديني الاجابه بتاعته. النهارده كمان مهم جدا يبقى الاستحواذ لصالح النادي الاهلي، لكن كمان مش عايزين ننزل تحت كتير يعني، مش عايزين ناصر ماهر ينزل تحت كتير. توافقني او تختلف معايا؟ خليها بعد التقرير اللي جاي. خلاص ماشي، اتفضل. بعد التقرير اللي جاي. تحت شعار لا بديل عن الفوز، يخوض المارد الأحمر مباراته أمام ضيفه فريق كامبالا سيتي الأوغندي في إطار مباريات الجولة 6 والأخيرة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الأهلي لتأكيد وحسم صدارته للمجموعة بعد أن ضمن التأهل للدور الربع النهائي بصحبة شقيقه التونسي الترجي. بداية نادي القرن في هذا الدور لم تكن موفقة وأثارت قلق محبي وجماهير المارد الأحمر، حيث تعادل في المباراة الأولى مع ضيف الترجي من دون أهداف، ثم الهزيمة في ثاني لقاءاته مع مضيفه كامبالا سيتي بهدفين من دون رد، هي الهزيمة الوحيدة للأهلي في دور المجموعات. ومع تولي باتريس كارتيرون القيادة الفنية للفريق عاد مرة أخرى للمسار الصحيح، حيث تمكن المارد الأحمر من تحقيق 3 انتصارات متتالية على كل من تاونشيب بطل بوتسوانا ذهابا ببرج العرب بثلاثية نظيفة بأقدام المغربي هداف الأهلي وليد أزارو، التونسي الدولي علي معلول من ضربة جزاء، وإسلام محارب. عاد ليكرر الفوز في بوتسوانا بهدف من دون رد أحرزه المالي ساليف كوليبالي، وفي الجولة 5 حقق أبناء القلعة الحمراء فوزا غاليا على فريق الترجي بملعبه ووسط جماهيره الكبيرة، وذلك بهدف نظيف سجله وليد أزارو ليرتفع رصيد الأهلي ل10 نقاط أعادته لمكانته الطبيعية على قمة المجموعة. الليلة يسعى نادي القرن للفوز على كامبالا سيتي لتحقيق أكثر من هدف من أهمها،
الحفاظ على صدارة المجموعة والابتعاد عن مواجهة فرق المستوى الأول في الدور الربع النهائي للبطولة. ثانيا، الثأر من هزيمته التي نالها على يد ضيفه اليوم في إطار مباريات الجولة الثانية من هذه المجموعة. أخيرا، توجيه رسالة للجميع بأن الأهلي عائد بقوة للمنافسة على التتويج باللقب الغالي للمرة التاسعة في تاريخه كبطل لدوري أبطال إفريقيا. فكل التوفيق للجهاز الفني وللاعب المارد الأحمر في تحقيق الفوز وحسم صدارة المجموعة وإسعاد الجماهير الأهلوية الكبيرة العاشقة للقلعة الحمراء. مواجهه كامبالا سيتي وتسمى من المواجهات اللي بيننا وبين كابتن حماده وكابتن ماهر وكابتن اسامه. كابتن حماده، اقول لك بس كمان احتياطي الاهلي قبل ما اسمع حضرتك الرد ده على السؤال اللي طرحته. شريف اكرامي ومحمد نجيب، اكرم توفيق ومؤمن زكريا رجع من جديد اهوت، ومروان محسن وصلاح محسن، دول احتياطي النادي الاهلي. هشام محمد. اه كابتن حماده، كنت بقول لحضرتك يعني المباراه مهمه جدا ان انت بفيها استحواذ وكل حاجه، لكن كمان مش عايزين ننزل تحت كتير. يعني استحواذ يبقى في منطقه او استحواذ ايجابي مش السلبي اللي هو من تحت. لو الفرقه حسب، بص، اداء الفرقه الثانيه، حسب انت تحركك، حسب كام عندك واحد في الملعب بيقدر يمسك كوره بشكل جيد، تدوير الكوره، صناع اللعب الموجودين في الملعب، التحرك اللي بيديهم كوره، حاجات كتيره جدا هي اللي بتديك الاستحواذ. الحاجات كلها اللي مشهور بها النادي الاهلي، اللي هو ازاي بيتحرك بعد ما يباصي ويختار مكان، ازاي بدور الكره بسرعه وسرعه التمرير. يعني في ناس بتستحوذ بس ببطء شديد، ده بيديك استحواذ سلبي على طول. لكن الاستحواذ الايجابي بيجي من التحرك الحر، خلق المساحات، تدوير الكره بسرعه، بقى عندك صانع لعب بيربط الفرقه ببعض بشكل كويس. كتير جدا لما انت تلعب مثلا عندك حسام عاشور والسوليه، بتلاقي حسام هو القاعده اللي من تحت اللي بيقدر يدور الكره بشكل كويس، والسوليه بيبقى جنب ناصر ماهر، يبقى عندك اثنين صناع لعب في الوقت دوت، السوليه وناصر. تحرك حمودي لما بيخش لجوه، خروج احمد فتحي، خروج علي معلول، يعني حتى ممكن صناعه اللعب تيجي من اي حته في الملعب. يعني مش لازم يبقى عندي اقول فلان الفلاني ده صانع اللعب، لا، ممكن وليد ازارو يبقى صانع اللعب، هو اللي بيتحرك عشان يصنع للي جاي من تحت بشكل كويس. ازاي بستلم تحت الضغط كويس قوي، حافظ على كورتي، مهاره التسليم والتسلم الموجوده عند اللعيبه الكبيره، هي دي اللي بتديك الاستحواذ الايجابي اللي بقى لقدام. سرعه الاداء، نقل الهجمه، التطور الهجومي السريع، ازاي بطور نفسي بسرعه عشان اضرب خطوط كتيره موجود. يعني بيبقى التيم بتلاقي ضاغط، بتقطع انت الكره، ازاي تنقل بسرعه، تبقى انت عامل الزياده العدديه في مساحه، ازاي الباص التمرير يبقى سليم، باش فيه مس باص كتير، الكره المقطوعه ديت هي اللي بتسبب لك المشاكل. كان في مشاكل كتيره موجوده في النادي الاهلي الماتشات اللي فات، عادي موجوده في كل الفرق، المساحات اللي كانت بتغلط موجوده، المس باص اللي كان بيبقى اصلا بتقطع الكره بيحصل انتشار كويس، فلازم باصتك تبقى سليمه، لو باصتك فيها خطا بتضرب مكان بسرعه. يعني احمد فتحي او بتستلم بتلاقيه بطاير على كلامك. يعني دي مباراه المصري، الجول الثاني لوليد ازارو، سرعه الاداء والنقل من دفاع للهجوم. بالظبط، انت حول بسرعه اهي اللي هي من 18 بتاعنا، فتحي سريع عمل هجمه، الترانزيشن بتاعك بتحول ازاي بسرعه، ده التحول بيبقى ده بتدريب طبعا، مش بقى بتحول بسرعه. مين بيتحول؟ مين اللي بيتحول بسرعه؟ مين اللي بيطير بسرعه؟ مين اللي بيستلم؟ مين اللي تحركات الواعيه، الخبره بتبان في المواقف ديت، تبقى مهمه جدا جدا. الحاجات دي كلها هي دي اللي هتديك الاستحواذ الايجابي. لكن هتنقل ببطء، هتفكر كتير، الفرقه هتعمل عليك ضغط، زي ما قلنا هم النهارده ما لهمش اي حاجه، صح، هيعمل كل حاجه عايز يعملها في كره القدم، انت هتدي له الفرصه ولا انت من بدري
هتقضي عليه تعمل كلام جميل. بس من الحاجات برضو اللي صالح الاهلي النهارده كابتن حماد, انت مش مرتبط بنتيجه معينه. لا خالص. فانت كمان من الحاجات يعني تكسب في الدقيقه 80 تكسب في الدقيقه 85. مش مستعجل. لا مش مستعجل. انت تمشي الجيم بسربعه. لا مش مستعجل. انت عندك وقتك وعندك امتى اللي هو الصبر اللي موجود في النادي الاهلي, امتى هتروح تخلص. الشخصيه اللي بتفرض الشخصيه بالظبط ادائك. كابتن اسامه, من الحاجات من المميزات اللي في 4 2 3 1 واللي ممكن تتقلب لعيوب في 4 2 3 1, يعني هي ممكن تبقى ميزه وممكن تبقى عيب, اللي هم الاثنين اللي على الوينج, سواء كان اسلام محارب او اسلام محارب واحمد حمودي. انا ما بتكلمش على الاشخاص في الاسماء, انا بتكلم كمان على الطريقه. لو الاثنين فضلوا ثابتين في مكانهم ممكن تبقى عيب. لو الاثنين دخلوا العمق شديد قوي جامد جدا جدا مع عدم اندفاع الباكين باك رايد والباك ليفت مكانهم, لان انت هي دي اللحظه اللي بيحصل فيها خلل لمواجهه 4 2 3 1 اللي هو احمد حمودي مثلا واسلام حرب, لان هنا النماذج اللي موجوده لو دخلوا جوه الباكين بيخش معاهم بتبقى المساحه دي كلها للباكين بتوعك بفضل. فاضيه ليك. لو اسلام محارب افرط في الدخول في العمق مع ناصر ماهر مع وليد ازارو ممكن تبقى عيب. ولو قلل من عدم التكمله الهجوميه في العمق ممكن تبقى عيب. دايما الناس اللي تحت المهاجم لهم دور مهم جدا. دلوقتي في كره القدم خلاص ما فيش على مستوى الدفاع نقول في مدافعين او في مهاجمين. لا, بقت لما كره تبقى انت في حاله دفاعيه كل الفرقه بتدافع حتى بدايه من راس الحرب, ولما بتكون في حاله هجوميه انت بتهاجم وبتطلع بكل الخطوط بتاعتك, ويبقى في رقابه من الناس اللي بتبقى ورا زي كولوبالي وسعد سمير. اسلام محارب واحمد حمودي ليهم دور مهم جدا. وانت النهارده معاك الكوره الاول الحاله الهجوميه للنادي الاهلي, ما ينفعش النهارده. شفنا المباراه اللي فاتت كان دايما علي معلول قافل السكه الشمال دي على علي, كان على ايمن اشرف, فما شفناش ايمن اشرف في مواقف كتير كان يعدي علي معلول ويشتغل في الاوفر. برده نفس الكلام كان احمد حمودي قافل الحته في المباراه اللي فاتت على محمد هاني. النهارده في الناحيه الهجوميه لازم اسلام محارب واحمد حمودي يبداوا برده يشتغلوا في قلب الملعب ويضموا عشان ادي المساحه الهجوميه لعلي معلول يقدر يشتغل من ورايا وافضي له المساحه دي. وتاني حاجه احمد فتحي يقدر يشتغل. لو انا فضل ملتزم دايما بالخط بقفل على احمد فتحي, احمد فتحي مش هيطلع مش هيلاقي المساحه اللي يقدر يشتغل فيها. تاني حاجه برده الدخول بتاع اسلام محارب واحمد حمودي هيعمل الاستحواذ كابتن حماده بيقول عليه اللي بيميز النادي الاهلي. النهارده لو انت دايما فاتح الخط, لا انا ما بقولش دايما اضم او دايما افتح, لازم دي رؤيه للاعب امتى ابدا ادخل وربط مع المدافع بتاعك يعني الباك بتاعك. أيوة. يعني حمودي مع فتحي مثلا يعني النهارده واسلام مع علي. لو انا شايف ببدا اعمل الباص القصير وشايف علي معلول جاي من ورا ظهري عشان يبدا يشتغل في المساحه دي, لازم في الوقت ده اسلام محارب يبدا يضم يفضي المساحه دي لعلي معلول. مظبوط. وهو علي معلول مميز دايما بيها. اول الراجل اللي بيشتغل قدامه سواء كان مؤمن زكريا في وقت من الاوقات او اسلام محارب او اي حد من لعيبه او ميدو جابر, اول ما بيستلم كرة هو عنده النزعه الهجوميه دي بيبدا ياخد الخطوات السبرنت لقدام عشان يبدا يشتغل على الاوفر. واحنا شفنا في الارقام دلوقتي بتاعت علي معلول ما شاء الله بيوصل وبيعمل عرضيات كتير وعرضيات مؤثره ومن اماكن مؤثره. نفس الكلام لاحمد حمودي مش عايز ده من يبقى فات. ده في الناحيه الهجوميه. في النواحي الدفاعيه النهارده في الناحيه الدفاعيه ليهم دور برده مهم. لازم ارتد واملى وسط الملعب بتاعي. احنا قلنا كامبالا سيتي يعني النهارده ما عندوش حاجه يبكي عليها, هتلاقيه عنده اريحيه في اللعب بيهاجم بمنتهى السلاسه مفيش مشكله. فانا لازم برضو الشق الدفاعي بتاعي لازم ارجع اعمل الواجب الدفاعي بتاعي مع عمرو السوليه وحسام عاشور واقفل الاطراف بتاعتي مع علي معلول واحمد فتحي. احنا قلنا دلوقتي شفنا في الارقام الباك ليفت بتاع كامبالا سيتي 41 عرضيه اوغندا مميز في العرضيات, فانا لازم ما اسيبش احمد فتحي لوحده, لازم ادخل واقفل في النواحي الدفاعيه. اوكي, او اقفلها من بدري كمان يعني عن طريق حمودي او اسلام محارب, ما يبقاش مش شرط يوصل لاحمد فتحي, ممكن من بدري يقفلها عن طريق احمد حمودي او اسلام محارب. كلمنا على الرباعي اللي له دور مهم جدا في الماتشات اللي زي كده, مع الفكر اللي زي كده, مع الاحتياج اللي عايز اللي زي كده للفوز, الدور الرباعي المكون من كولوبالي وسعد سمير وحسام عاشور والسوليه كابتن ماهر. مهم جدا يا كابتن سيد زي ما قلنا التامين الدفاعي, يعني طول ما انت دفاعك يعني مركز ومفيش اي خلل او ثغرات ممكن الله يقدر يحصل فيها هدف يدخل مرمانا, طول ما انت مامن من ناحيه علي معلول وكولوبالي وسعد سمير واحمد فتحي زي ما الكباتن قالوا التامين بيبدا من قدام, يعني بيبدا من اول ازارو. يعني الفرقه كلها لما بترجع نص ملعبها بتبقى شايفه الكوره ليها ثلاث محاور, هيخش في الجنب ده هيبقى فيه لعيبه موجودين, العمق فيه لعيبه موجودين, الجنب ده فيه لعيبه موجودين. طول ما احنا شايفين الكوره واتجاهها فين يبقى من هنا النادي الاهلي مبدئيا
تأمينه الدفاعي بيبقى تقارب ثلاث خطوط في نص ملعبنا شايفين الكرة داخلة فين. النقطة التانية بيحصل نوع بقى الضغط على 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 الكورة، محاولة استخلاص الكورة، ودي الحمد لله رب العالمين احنا يعني من جيل لجيل يا كابتن سيد متورثين الحتة دي، ان احنا بدعم اذا كان فردي او جردي او جماعي. النادي الاهلي من عيوبنا الفتره اللي فاتت من عيوبنا يعني عايز اقول لك قلت شويه يعني يمكن مع السنه اللي فاتت واللي قبليها كانت موجوده بشكل كبير قوي. العيوب انها الفتره اللي فاتت او المباريات اللي فاتت كلها فردي. وانا عايز اقول لك ان دي يعني سمه من ضمن السمات اللي ادخلها مستر مانويل جوزيه، يعني اللي هو الضغط على الخصم والاستحواذ، وبعدين دخل السمة كمان بعد الاستحواذ البساط اللي انت اتكلمت عليها اللي هي الاستحواذ اللي فيه 12 نقلة و13 نقلة إيجابية في نص ملعب الخصم، ودي من ضمن الحاجات اللي تحسب بيكم من السنة اللي فاتت. استحواذ الناس في الدور الثاني من رجل لرجل وخلاص. لا ده انت بتحاول توجد ثغرة بالظبط، هو تيجي فرصة بس للتمريرة أمامية أو طولية، هو العدد ده يبلغ ثغرة، لأن العدد ده بيعمل نوع من اجهاد للمدافعين. يعني كل ما المدافعين الخصم يحسوا ان هو مش لاقي الكوره، مش ملحق الكوره، مش حاول يستخلص الكوره، فبتعمل له نوع من عدم التركيز وعدم من السرحان. واخد بالك الفتره اللي بيقدر النادي الاهلي يستغل فيها الفرصه دي يقدر يجيب فيها اهداف. فالنهارده تيم النادي الاهلي عنده التوازن ده، عنده التوازن بشكل جيد في دفاعاته، واحنا شايفين ان الرباعي ده اكتمل اللعب مع بعض. يا كابتن سيد بيدي الاحساس، بيدي التجانس، بيدي الثقه، بيدي الامان طبعا. فالنهارده علي معلول بيتكلم على الرباعي، انا بتكلم كمان على الرباعي اللي في العمق، اللي في العمق الماتشات الافريقيه طبعا. وعمرو السولية وحسام عاشور وكولوبالي وسعد سمير، لما تلعب في مباراه زي كده زي كامبالا او اي فرقه افريقيه على فكره بتستسهل بتستسهل الوصول، هي مش عارفه تحضر جامد كده. كابتن اقول لك على حاجه، الماتشات اتفضل عايز اقول كمل ان احنا امبارح كان عندنا تجربه، وكانت تجربه حيه لينا كلنا مع نادي الزمالك يمكن ونادي النجوم، واكيد كلنا بنستفاد من بعض، يعني كلنا بنتعلم من بعض. فما افتكرش ان اعداد الجهاز الفني لهذه المباراه يمكن من ضمن المميزات للاجانب ان هو بيلاقي سيناريو يقدر يضيفه للاعبته. فانا شايف ان ممكن بدايه هذا السيناريو مباراه امس، ان احنا لو استهترنا بالخصم ممكن تبقى الاستهتار ده يبقى نتاج زي ما احنا شفنا في مباراه الزمالك والنجوم. اتفضل يا كابتن. بص انت اتكلمت على الدور الرباعي اللي في العمق، الادوار ديت مهمه جدا في المباراه اللي بتبقى في مصر. صح، بره بتبقى انت اوتوماتيك تلاقي اللاعب من نفسه بيامن نفسه في حتى الفيرود، لكن انت في وقت في المباراه ديت هتلاقي انت اللي بتهاجم على طول، فبتهاجم بكام ومين ورا واقفين ازاي، هجمه مرتده، التحول الهجومي اللي انت بتعمله، انت ما بتروحش بالعشر لعيبه، بتروح بسبعه، بتروح بسته، الاربعه التانيين اللي ما لهمش دور في الهجمه وقفتهم عامله ازاي في الماتشات اللي في مصر، تمركزهم ايه، الهجمه المرتده بقى اللي ما تخلقش مساحه. يعني دايما اقول للاعب مثلا ايه، وانت احنا خلاص بنهاجم، انت واقف ماسك الراجل ازاي وانت عامل عمق ازاي، عشان الكره الثانيه مسبب الكره الثانيه ايه بتترد، بتلاقي الراجل مستلمها. مهمه جدا الكره الثانيه، مهمه جدا. فانت بتعملها ازاي اللي انت وانت بتهاجم في ناس عندك بتراقب كويس ومكمله في ظهر الناس وقرب الخطوط، فمهم جدا الاربعه اللي في العمق دولت ليهم دور كبير جدا في الحاجات دي، مين اللي مكمل ومين مستني، بس مستني بخصم يعني مستني بمساحه امان، والمساحات بتاعتي عامله ازاي، ادوار يعني في ادوار كتيره جدا متشابكه، الاربعه اللي انت اتكلمت عليهم اللي قدام تحركاتهم عامله ازاي، زي ما بتقول ثابتين على طول ولا بيخشوا، ده حسب الملعب عامل ازاي والمساحات فين. صحيح. الاستحواذ انا ممكن اعمل تمريره طويله عشان هي محتاجه تتعمل طويله عشان في مكان فاضي توقيتها، لكن انا بعمل التمرير الكتير لما الدنيا تبقى مخنوقه، فابتدي اعمل الاستحواذ والتحرك الحر والحاجات ديت، هي دي ده ظروف بتبقى في المباراه. الماتش عايز ايه، ممكن انقل لازارو عشان ازارو اتحرك كويس في مساحه من كولوبالي، راح خلاص مش لازم بقى اعمل البساطة القصيرة اللي موجوده عندي هنا، تحرك وليد قصدي تحرك اسلام محارب حمودي اتحركوا ازاي، امتى هعمل الاستحواذ، امتى هطلع الاطراف، ففي شغل كتير جدا كله مربوط ببعضه، يعني التيم كله في رابطه، الرابطه دي قرب الخطوط، الحركه التحرك اللي بدون كوره، الخبره اللي موجوده في الملعب هي اللي بتقود عمليه الضغط، هي اللي بتقود. يعني مثلا عندي من ورا حسام عاشور
او السوليه، الاثنين عندهم خبرات كبيره جدا. بيكلم ناصر ماهر، الناس الشناوي من ورا، السعدي سمير عنده خبرات، سليف كلوبالي من الناس اللي هي الاضافه اللي جت جديده عنده خبره كبيره، ولكن هو بعيب عنده شويه بطء بسيط قوي في التفكير في الباصه، لما طلع الباصه من رجلي، لكن بيحط نفسه في مواقف صح، عشان مثلا هو مش ما عندوش السبرنتر، بس بيحطه في موقف بيقف صح عشان التمركز بتاعه، عنده ذكاء وعنده خبره بيقدر يعملها. لازم ادي حريه لعلي معلول واحمد فتحي، ازاي الاثنين بيتحركوا وفي تامين واقف كويس جدا من ثلاث افراد، مين دولت؟ ممكن اثنين سرد باكين وديفندر، ممكن باك واثنين مساكين بيفردوا، دي كلها امور كلها متشبكه مع بعض في التكتيك في الملعب في المباراه نفسها، وحسب التيم اللي قدامك او الخصم بتاعك بيتحرك ازاي. خلصت المباراه بدري، الدنيا اتصعبت عليك، ظروف كتيره جدا هي اللي بتحدد تحركات اللعيبه. طيب عايز تقول حاجه يا استاذ؟ انا بتكلم بقى على في الشق الهجومي النهارده، يعني دايما فرق افريقيا زي ما احنا كنا بنتكلم في بدايه الكلام بتاعنا، ان دايما بيبقى في اخطاء في الوقفه. النهارده بقى عشان نقدر نستغل بقى الخطا في الوقفه دي، مهم جدا اسلام محارب واحمد حمودي وليد ازارو، دايما التحركات المستمره النهارده. النهارده يعني مش عايز دايما احمد حمودي يستلم في رجلي، هو عنده ميزه السرعه، ممكن استلم في مساحه، ممكن اكون بجمع لعب ناحيه اسلام محارب مع ناصر ماهر مع عمرو السوليه، وابدا اجمع لعب في المنطقه دي عشان اشوف اختراق من احمد حمودي في ظهر وليد ازارو. دي مهمه جدا محتاجين نشوفها النهارده، ولو شفنا التحركات بتاعت اسلام محارب ان انا ما استلمش دايما في رجلي او احمد حمودي، هنشوف دايما النهارده بنوصل لجون بصفه مستمره النهارده. اوكي، طب نطلع نشوف تقرير الخاص بالاهلي في البطولات الافريقيه، وبعدين مكملين معاكم في الجزء الاخير قبل مباراه مهمه جدا للاهلي، مباراه الاهلي وكامبالاس. هذا هو قدر البطل دائما وابدا، اللعب باستمرار على الفوز، تحمل الضغوط والصعوبات والغيابات والإصابات. جماهيره لا ترضى إلا بالمركز الأول، عشاقه لا يعرفون معنى السقوط أو الانهيار. هذا هو الأهلي الذي لا يعرف المستحيل، نجح عن جدارة واستحقاق في استعادة تألقه ومكانته في بطولة دوري أبطال إفريقيا بنتائج متميزة أعادته من جديد لتصدر المجموعة الأولى برغم المنافسة الشرسة مع الترجي ومتفوقا على كامبالا سيتي وتاونشيب. يخوض لقاء الليلة وعينه على مواصلة المشوار بنجاح، أملا في معانقة الأميرة السمراء في الختام. تعرض الأهلي خلال بطولة إفريقيا للعديد من المواقف الصعبة، كثير من الغيابات المؤثرة، لكن الجهاز الفني للفريق نجح في تجهيز جميع نجومه لخوض المباريات بمنتهى الجدية والرغبة في الفوز. يفتقد الأهلي مهاجمه القوي جونيور أجاي الذي يعد واحدا من أهم لاعب البطولة الإفريقية بشكل عام. دائما ما يصنع الفارق خلال مواجهة أندية القارة السمراء، لكن الإصابة اللعينة وقفت له بالمرصاد. مع كل مباراة يفتقد المارد الأحمر لبعض نجومه، حتى جاء الدور على ميدو جابر أحد أبرز اللاعبين في الآونة الأخيرة، إذ يغيب عن لقاء الليلة لإصابته بشد في العضلة الخلفية. برغم الغيابات المؤثرة لبعض النجوم، إلا أن الفرنسي كارتيرون المدير الفني رفع شعار الفوز عاليا من أجل ختام مرحلة المجموعات بشكل طيب والحصول على المركز الأول لتفادي مواجهة أصحاب المراكز الأولى في بقية المجموعات خلال الدور التالي. اعتاد الأهلي على اللعب باستمرار تحت الضغوط وأمام كل الظروف ليعطي دوما المثل والقدوة في كيفية الوصول لمنصات التتويج مهما كانت المعوقات والعراقيل والمطبات الصعبة. من الحاجات اللي مهم جدا ياخد بالها ياخد باله منها الجهاز الفني او اللعيبه نفسهم ياخدوا بالهم منها، اللي هي عمرو السوليه، كولوبالي، محمد هاني طبعا
مش موجود لا في التشكيله ولا في الاحتياطي فمش مشكله. والشناوي عندك ثلاثه من الموجودين في ال11 عندهم انذارات. انت عارف لائحه الاتحاد الافريقي لو انت طلعت بالانذار بيتشال على طول بعد دور دوري المجموعات بيتشال، لكن لو طلعت بانذارين او حاله طرد ما بيتشالوش. مهم جدا انت عندك مباراه ذهابا وايابا اللي هي في دور الثمانيه، ايا كان بقى ان شاء الله الرحمن تبقى اول باذن الله او حتى لا قدر الله في حاجه ثانيه. اكيد يا كابتن سيد يعني الجهاز الفني يعني مدون كل حاجه وعنده معلومات بكل شيء في الحاجات دي بالذات، واول حاجه بتتقال يعني حتى اخر حاجه واللعيبه نازله الملعب تبدا تسخن بيتكلموا الجهاز الفني بيتكلم على الانذارات، يعني بيحذر خد بالك يا شناوي انت عندك انذار، كل بالي نفس الكلام، السلاي نفس الكلام، فتاكد ان الجهاز الفني عنده من الوعي ومن التركيز ان هو يبدا يعني واللعيبه نفسها كمان تبعت واللعيبه كمان يعني بردك اللعيب. بس انت عايز اقول لك حاجه كابتن سيد، انت في المباراه بالشكل ده انا خايف من عمرو السلاي. لو انت خايف هتاخد انذار عمرو حماسي، عمرو حماسي يعني حماسي جدا فممكن لقد اكرم بدري تعال برضه يعني النتيجه انت لو في بالظبط النتيجه رقم واحد وخلاص ممكن بعد كده تبدا الشوط الثاني تبدا تريح الناس وبعدين ما تحطش في دماغك بقى كمان انك انت تاخد انذار هتبدا تحسس واخد بالك هتاثر على ادائك الفني داخل الملعب، لكن العب وتوكل على الله لكن تبقى حريص يعني واخد بالك تحاول انك انت شايف كده انا شايف كده يعني الانذار دي انت بتبقى خد بالك من خلالك انت يعني انت بتمسك نفسك انت اللي تقدر تحرز بشكل جيد. بس في انذارات ما تقدرش تتحكم فيها خلاص بتمنع جول لا او كره مشتركه في حاجه بيحسبها بانذار وحاجه ما بيحسبهاش غصب عنك يعني النظام ده بيبقى سهل. لا الحكم حسب 188 كارت اصفر يعني بقى سهل في 49 مباراه لعبها 188 بشكل وقف ايوه حد النهارده يعني انت لو عملت ايوه حد كل مباراه خمس انذارات ست انذارات ما بقاش يعني انذار على صفحتنا الحاجات الانذارات البايخه ما بحبهاش وانا كمان لان انت كمان رايح لمباراه يعني كبيره جدا من اللعيب المهمل اللي زق سن الكوره مش عارف اللي يعمل يعترض يشوه. طيب على صفحتنا على الفيسبوك على صفحه قناه الاهلي نشوف ردود افعالكم ومين اخترتوه ممكن يكون او توقعكم يكون افضل لاعب في اللقاء. يا سلام عصر سيبك انت الصوره مهمه جدا جهان شعبان جهاد شعبان مساء الخير يا كابتن سيد ان شاء الله كل لعيب الاهلي وان شاء الله الفوز والصداره دايما باذن الله وتحياتي ليك يا كابتن سيد ان شاء الله ازارو وعمرو السلية يحرزوا اهداف الاهلي باذن الله. جهاد شعبان تاني طلع بورين طيب اوكي ما احنا قلنا دي وليد شريف وليد سليمان وازارو هم اللي هيحرزوا الاهداف. شريف وليد سليمان بره النهارده كابتن سيد محمد كمال برضو وليد سليمان هم مختارين محمد وليد سليمان لان وليد سليمان عنده انذارين يا جماعه خلي بالكم حد يقول لكم ان وليد سليمان عنده انذارين ومش موجود في التشكيله لا الاساسيه ولا الاحتياطي بالتاكيد لان هو موقوف احلى مسا حب صح احلى محمد كمال احلى مسا كابتن سيد ان شاء الله الاهلي يفوز 3-0 ازارو هدفين وليد سليمان مش موجود يا محمد احمد ان شاء الله يا كابتن كل اللعيبه تبقى في حالتها المهم المكسب المعنوي من اللقاء ده بالذات هو بيتكلم على ان احنا خسرنا الماتش الاولاني. التوربين الاحمر نادي الاهلي البرج العالي صاحب توكيل الماكينات الهلاويه بشهاده ضمان عالميه ختم النس يا سلام عليك يا هاني يا سلام عليك مس ناديه مس ناديه يا سلام عليك يا سيد يا عظيم الله يخليك مس ناديه مساء الفل يا مس ناديه دي احلى رساله النهارده خلي بالكم مس ناديه احلى رساله النهارده السيد اوكي وليد مساء الخير يا برنس الاهلي ان شاء الله 3-0 اسلام محارب ومروان محسن وناصر ماهر. احمد عبد الرحمن اهلا بالعالمي سيد عبد الحفيظ انا اللي ان شاء الله بحبه في الاعلام ربنا يخليك وبستمتع بيه وهو يا ربنا يخليك اللي بيغلب في الاهلي توقع طب قال التوقع ايه طيب؟ محمد اتوقع يا كابتن سيد فوز الاهلي 2-0 على كمبلا سيتي ازارو واسلام محارب عايز اقول اسلام ماهر واسلام محارب ولا ماهر او صلاح اسلام او صلاح او ناصر ماهر او صلاح محسن ده محمد احمد السيد ازارو وناصر ماهر واسلام محارب لو شارك يا احمد ده هو من البدايه بادئ يعني وتحياتي ليك وكل الحب ليك. محمد الشناوي هيبقى نجم الماتش والسوليه كمان ده راي محمد. من يوم الجمعه ان شاء الله الرحمن هيبقى في تواصل مباشر بيني وبينكم من يوم الجمعه باذن الله تعالى ان شاء الله الرحمن ان شاء الله هيبقى في تواصل على طول من غير ما نبص على حاجه ولا بتاع ان شاء الله الرحمن هيبقى في تواصل. اخر نقطه كابتن حماده الدكه
في موجود شريف اكرامي، محمد نجيب، اكرم توفيق، هشام محمد، مؤمن زكريا، ومروان محسن، وصلاح محسن. مقاعد البدلاء. مقاعد ما تحبش تقول دك. ما تحبش تقول دك؟ لا مقاعد بدلاء. ليش ما يعني مقاعد هي دك كانت زمان. دك زمان الخشب يا. لا معلش بص بص معلش خلاص الدكه بتنسيب. يعني هو يمكن لو بصينا للاحصائيات مثلا شريف اكرامي الشناوي موجود، نجيب لفين قلب الدفاع، اكرم من الناس اللي هي عندها اكتر من مكان ممكن لو اتزنقت فيه، يمكن انت في البره مش لاقي ولا مفيش باك ليفت خالص، مفيش باك رايت ولا باك ليفت. اه صحيح. فاكرم واحمد فتحي عندك في الملعب اللي ممكن يحلوا، فتحي ممكن يروح شمال صحيح، واكرم بيروح يمين. فهي طبعا دي امكانيات اللعيبه اللي بتساعدك وانت بتحط 18 بقى عندك بره ناس متحركه مرونه، بلعب في المكان ده وبلعب في المكان ده لو اتزنقت. يمكن هو محتاج حاطط كميه الناس اللي عندنا نزعات هجوميه، مؤمن المنطقه الاماميه، مروان اثنين راسين حربه، مروان وصلاح محسن، هشام محمد في وسط الملعب المهاجم يعني مش او قلب الدفاع. فهو مغطي الملعب كله. يمكن يمكن نقطه ناقشت فيها انا وانت يعني اثناء البريك على حته عدله الملعب، اسلام محارب واحمد حمودي الاثنين بيلعبوا في مكان واحد، وعندي مؤمن بره عدلته بيلعب ناحيه الشمال بيخش جوه بيشتغل كويس، اللي هي العدلات كلها يعني عارف. كان ممكن يبقى هو مكان واحد من الاثنين يعني، مؤمن في يبتدي المباراه كان ممكن مكان يا اسلام يا حمود. لا انا شايف ان صلاح محسن برضو يعني طبعا هي قناعات طبعا كل مدرب وكل انسان له قناعات. انا شايف ان صلاح محسن حتى لو لعب في حته الشمال ناحيه الشمال والتزم في الرجوع الدفاعي بيعرف يأديها. هو بيلعب ضلوا كمهاجم هو احسن كمهاجم طبعا. طبعا طالما انا مدرب مختار مهاجم صريح يبقى هدي وليد ازارو دلوقتي الحالة النفسية بتاعت وليد ازارو لا هي بس يخف العصبية اللي فيها بقاله ماتشين ثلاثة. مهم النهارده صح مهم هو عصبي مهم. جدا معرفش ليه بدون سبب على بدون سبب يعني هو مش كويس جدا ومرة في حاجة في المباراة كده ايه عصبي خد انذار الماتش فات بدون داعي بيتعصب في كرة مشتركة. مطلوب منك كمهاجم تبقى قوي جدا في التحاماتك في افريقيا ده بيطور منك وبيخليك لعيب كبير يعني بتعمل حاجات كتير جدا اللي هي القدرات الدفاعيه بتاعت المهاجم مهمه جدا. هو بيقويها بيبقى شكل كويس بس مش عايز يخرج بحته عصبيه بس. طيب قدامي دقيقتين ديال الكابتن اسامه وديال الكابتن ماهر. كرات الثابته يا كابتن اسامه، كرات الثابته الهجوميه للنادي الاهلي مهمه جدا. كابتن ماهر كانت في الدفاعيه مهمه جدا. طبعا عندنا دلوقتي هداف جديد ظهر في كرات الثابته سليف كلوبالي، عندنا وليد ازار، وعندنا سعد سمير بيجيد برضو الكرات الثابته لما بيطلع سواء ركنيه او فاول للنادي الاهلي من خارج ال 18. عندنا برضو اللي بيعملها علي معلول بيعملها بدقه كويس. فالنهارده لا يعني برضو بقت حل من الحلول الهجوميه للنادي الاهلي الكرات الثابته. كابتن ماهر الدفاعيه خلاص احنا الحمد لله رب العالمين الفتره اللي فاتت ديت كانت بتمثل لنا مشاكل الكره الثابته كورنر او فرات جانبيه، لكن بعد وجود كلوبالي وازارو كمان بيرجع في الكور ديت بيقدر يشتت كويس بيعرف يتعامل بشكل جيد، سعد سمير، السليه، احمد فتحي، فبقى عندنا عناصر تقدر يعني تامن لك الحته دي بشكل جيد. طب كابتن حماده تتوقع اهداف بدري ولا هتتاخر شويه؟ توقعاتك يعني ابتدت تتاخر شويه. هتتاخر شويه؟ ليه؟ ودكه متاخر شويه. كابتن اسامه تتوقع اهداف بدري؟ ان شاء الله ممكن نشوف اهداف للنادي الاهلي في الشوط الاولاني. كابتن ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله. ايا كان اهداف الشوط الاول اهداف الشوط الثاني المهم نتيجه اللقاء يوصل الاهلي ان شاء الله الرحمن للنقطه 13 يتصدر بها المجموعه باذن الله. بعد المباراه مباشره كلام مهم جدا حوالين اللقاء وترتيب الاهلي في المجموعه ومين هيواجه الاهلي او تتوقع مين يواجه الاهلي من ثلاث فرق هنشرحها لكم بالتفصيل بعد المباراه باذن الله في ملعب الاهلي. ما تروحوش بعد المباراه في اي حته خليكم معانا.